مساء الخير على كل عشاق النادي الاهلي وجماهيره الوفيه ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير على المصريين جميعا، كل سنه وحضراتكم طيبين. الجمعه الثانيه في شهر رمضان المبارك اللي من حسن الطالع انها بتتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان. كل سنه ورجال قواتنا المسلحه الباسله بخير وسلام، كل سنه والشعب المصري ودامت قواتنا المسلحه درع وسيف لهذا الوطن. الحقيقه انه بيتمر الايام وبيمر شهر رمضان بنفحاته الطيبه، ودائما نتضرع الى المولى ان تبقى وتظل مصر امنه مستقره في رعايه الله وحفظه، لانها بلد الامن والامن. النهارده عندنا حلقه جديده من الاهلي في رمضان، دايما بلتقي بحضراتكم الجمعه ومعي زميلي العزيز محمد فارس. هنعرض لحضراتكم كل اخبار فريقنا اللي بيستعد لمباراه مهمه جدا بكره في هذا التوقيت او قبل هذا الموعد بنص ساعه، وهيكون معانا نجم كبير في الجزء الثاني من الحلقه. يعني يا ما صال وجال في مباريات الاهلي ومنتخب مصر واسهاماته التدريبيه ايضا، هيكلمنا بشيء من التفصيل عن اداء الفريق في المرحله الاخيره وكمان رؤيته للفريق البترولي فريق انبي. قبل ما اقول لكم اسم الضيف، خلوني ارحب بمحمد فارس اللي هيشاركني كالمعتاد تقديم هذه الحلقه، وده مصدر سعاده ليا الحقيقه، لان محمد من الشباب اللي انا بحبهم ودايما براهن عليه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف، وسعيد جدا بالتواجد مع حضرتك، وسعيد ان احنا مع جمهور النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت وقت انتصارات، وكمان بيتزامن مع سنوات بتمر على النادي الاهلي، تاريخ جديد كل سنة بتعدي على تأسيس النادي الأهلي بيكون لنا معاها ذكرى. النادي الأهلي من 1907 مصدر للفخر، منبع للوطنية، وكذلك مبادئ وتاريخ، وزي ما كابتن محمود الخطيب قال لنا تاريخ مبادئ تطوير، وده اللي النادي الأهلي بيمشي عليه وإن شاء الله دايما نفضل نحققه. طبعا كان عندنا الأسبوع ده مباراة هامة مع نادي سموحة، للأسف النادي الأهلي لم يوفق، وعندنا مباراة هامة أخرى مع إنبي، وكان قبلها مباراة الزمالك. كل الأحداث دي هنربطها معاكم النهاردة، وهتشوفوا جولة في الأخبار وجولة في كواليس مباراة سموحة والاستعدادات لمباراة إنبي، وكمان ما دار في الإعلام وما دار في الساحة الرياضية. وعندنا ضيف مهم جدا زي ما أستاذ شريف قال لكم، أحب هو يعرفكم. اهلا بك يا فارس مره ثانيه. ضيفنا الحقيقه هيكون الكابتن فتحي مبروك، بس الحقيقه انا باخد طرف الخيط من محمد والحديث عن مباراه سموحه. الناس كانت زعلانه شويه، وده حق جمهور الاهلي. يعني كان في تعبير لطيف كده الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، يقول لك يعني كل الكوره في الدنيا كلها مكسب وخساره، الا عند جمهور الاهلي مكسب وفوز. احنا مقدرين الحقيقه الاداء اللي اداه فريق النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات، وفي ظل الحقيقه تواتر. احنا كل 48 ساعه تقريبا النادي الاهلي بيلعب مباراه، يعني لعب مع الزمالك ثم مع سموحه، بكره السبت هيلعب مع انبي، الثلاث يعني بعد يومين هيلعب مع المصري في اسكندريه. فالحقيقه المباريات مضغوطه جدا، اصابات كبيره، ورغم ذلك كان في اداء وكان في ضغط من النادي الاهلي، وفرص متعدده ضاعت من مهاجمي ولاعيبي النادي الاهلي بشكل عام. في النهايه العبره بالخواتيم، ويضحك اخيرا او يضحك كثيرا من يضحك اخيرا. عايز بس نفكركم بحاجه كده عن تالق محمد شريف، كان فارس اتكلم فيها مع كابتن رمضان السيد، وكان فريق نوع من الرهان. جايبين لكابتن رمضان السيد الفيديو، اكيد هنعرضه لان هو توقع، ويكاد يكون انا كنت متفائل وقبل المباراه قلت محمد شريف هيسجل، ان فعلا تفائلت بحديث كابتن رمضان السيد لانه كمان كان موضوعي. ولكن مباراه سموحه زي ما حضرتك قلت، دايما النادي الاهلي يا جماعه معودنا ان ما تحكمش من البدايات، انتظر للحظات الحسم وانتظر للتوقيت الأخير، وتبقى أنت مش عارف النادي الأهلي ولا فاهم فلسفة وشخصية النادي الأهلي لو تعاملت مع النادي الأهلي على طريقة أن ممكن الإخفاق تصدر من خلاله أحكام كلية، ولكن البعض دايما بيروح للأحكام الكلية. طبعا مباراة سموحة كان النادي الأهلي بيؤدي فيها، وشفنا مباراة أنا بشوفها أقرب لمباراة فيتا كلوب اللي النادي الأهلي سيطر فيها تماما، ولكن ده ما انعكسش على مستوى النتيجة. صحيح. ولكن شفنا أحيانا بيكون في مناوشات إعلامية بشوفها بتكون طريفة، ولكن خصوصا لو صاحبها منطق عشان ما تبقاش حاجة غير موضوعية.
خرج إعلام المنافس وصف هدف حسام حسن في النادي الأهلي بالقضية، وقال القضية ممكن. طيب أنا أعتقد أن مفهوم النوك أوت أو القضية غايب عن البعض. يا جماعة القضية هي اللعبة أو الحركة أو المبادرة اللي بتحسم المواجهات، زي هدف مجدي أفشة اللي كان نتيجته خسارة نادي الزمالك البطولة بالظبط، ووصول النادي الأهلي لكأس العالم للأندية، والزمالك بعدها رجع خرج من كاس مصر وكان توالت الخسائر، والنادي الأهلي اللي هو يخصنا توالى الفوز. ففكرة ان وصف ده بالقضية اعتقد وصف ملائم جدا، ولكن هدف في مباراة في الدوري احنا نقدر ان شاء الله النادي الأهلي لو كسب مؤجلاته يتصدر، اعتقد ده بعيدا تماما عن مفهوم القضية. ولكن عجبني كمان استخدام مفهوم القضية اللي هو حاجة وصف بها النادي الأهلي ان الاخر يقترها ويستدعيها، اعتقد حضرتك بيكون لها معنى ان هي كانت مؤثره فعلا، وان ده كمان بيدي قيمه الحدث ان انت بتعمل عليه قياس نفسه. بالتاكيد يا فارس، انت تعلم انه كتير حتى من الحسابات الرسميه لانديه اوروبيه استخدمت هذا المصطلح فكره القضيه ممكن. فالحقيقه انه المعلق طبعا الموهوب عصام الشوالي لما اتكلم عن فكره القضيه ممكن ثم كانت القضيه على قدم محمد مجدي أفشة، اتكلم عن بطوله افريقيا اللي تسعى للنادي الاهلي، عن ارباح كبيره جدا، عن مشاركه في كاس العالم للانديه، عن ضمان المشاركه في الكاس المقبله حتى لو لم تكن انت بطل الدوري في هذا العام، لكن ان شاء الله النادي الاهلي في حال اكتمال الدوري يكون هو البطل. انت فعلا اتكلمت عن فكره المؤجلات، احنا الفارق 6 نقاط والاهلي ليه 3 مباريات مؤجله. صحيح. فببساطه شديده لو الاهلي خد 9 نقاط يعتلي القمه. اذا هو اسقاط في غير موضوع. باطلاقا يعني. والتاريخ بيقول انه لما الاهلي بيكون في المقدمه ما بينزلش. صحيح، وان شاء الله ده اللي احنا واثقين فيه ان هو هيحصل. طيب هتعرض لنا ايه؟ انا بالمناسبه والحديث عن الكابتن رمضان السيد، اول تليفون استقبلته من للتهنئه بالفوز كان من الكابتن رمضان السيد. يعني احنا كنا في استاد القاهره بعد مباراه الزمالك، وانا لسه يعني مع صفاره الحكم وخارج، فلقيت كابتن رمضان السيد بيكلمني علشان يؤكد على فكره تنبؤه بتألق محمد شريف. هو كان موفق قوي الحقيقه. صحيح. واحرز هدفين اجمل من بعض في هذه المباراه. اعتقد لو كان محمد شريف موفق فكمان كابتن رمضان السيد كان موفق جدا. نطلع ونشوف الفيديو عشان نشوف الاهلاويه المخلصين لما بيكون عندهم حدث قلبي بيحصل ايه. نشوف فيديو كابتن رمضان السيد. لاعب كابتن رمضان السيد يتوقع ان هو يتألق من النادي الاهلي في المباراه عشان ان شاء الله يتألق، ونرجع نقول كابتن رمضان السيد الاسبوع اللي فات قال معانا كده. تتوقع مين غير أفشة صاحب القضية؟ ما هو أفشة ده يعني ما شاء الله اللي نمسك الخشب، يعني هو في الورقه هو في كل مباراه متألق، كل مبارياته مع المنتخب يعني هو انا بعتبره من افضل اللعيبه اللي موجودين في الفتره. صحيح. دي محمد شريف الحقيقه يعني عنده ميزه كويسه قوي قوي قوي. هو مش من راس حربه المحطه، لا ده راس حربه متحرك، وراس حربه بيعرف يشتغل في المساحات. يعني انت مثلا لو هتشتغل في مساحات هو يعمل لك الحته دي. صحيح. كويس قوي. صحيح. من رؤوس الحربه اللي بيعرف كورته كويسه، فبيعرف يشتغل معاه الثلاثه اللي جايين من تحت، اذا كان أفشة او اذا كان الجناحين، بيشتغل اقرب لجده شويه بالزبط. وقت ما كان موجود بالظبط بيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت بشكل كويس قوي. فمحمد شريف انا بقول ان هو هيبقى متوقع له ان هو هيبقى نجم المباراه دي. طيب يا كابتن رمضان ان شاء الله احنا متفائلين بحضرتك. طيب زي ما شفتوا يعني بالنص الحقيقه كابتن رمضان السيد، وكان في توفيق ما فيش شك لمحمد شريف. ومحمد فارس قال حاجه مهمه، فكره الحدث او الحدث القلبي او الخاطر اللي الانسان بيتوقعه، وده بينم عن نقاء سرير الحقيقه. يعني عموما مباراه بكره مباراه مهمه لانها مؤجله من الجوله 13 لبطوله الدوري زي ما حضراتكم عارفين. والحقيقه الاهلي كعادته في السنين اللي فاتت الفوز على الفريق البترولي دايما حليف لي. يعني عايز اقول لحضراتكم ان اخر فوز حققه فريق انبي على الاهلي كان من 6 سنين في شهر فبراير 2015، يعني اكتر من 6 سنين. بشكل عام من ساعه فريق انبي ما صعد لعب مع الاهلي في احصائيات كده 35 مباراه في بطوله الدوري، الاهلي فاز 24 منها وانتهت 7 بالتعادل، وفاز انبي في 4 مباريات فقط. خلال المباريات اللي جرت بين الناديين لعبوا الاهلي سجلوا 65 هدف في شباك انبي مقابل 33 للفريق البترولي. كمان الفريقين لعبوا 6 مباريات مع بعض في كاس مصر والسوبر المصري، الاهلي فاز في 5 وخسر مباراه واحده، يعني تفوق كاسح يا فارس.
تفوق كاسح. نتمنى ان هو النادي الاهلي محتاج المباراه دي جدا، لان احيانا بيكون بعد الانتصار بتاع الزمالك حصل اخفاق سموحه، بيكون من صفات البطل هي سرعه والقدره على تدارك الامر. عشان كده النادي الاهلي بنتمنى، خصوصا ان موسيماني نجح في الفوز على انبي قبل كده وعنده سجل جيد لما قابل انبي في الموسم الماضي الدور الثاني، قدر يكسب بثلاثيه نظيفه، كان مروان محسن جونيور اجاييه سجل. الحقيقه كمان ان شهر رمضان مع النادي الاهلي له ذكريات طول عمرها تاريخيه. بفتكر بطوله 2001 مباراه الترجي وهدف تاريخي لكابتن سيد عبد الحفيظ ضمن لينا ان احنا نقدر نروح بعد نتيجه 1-1 التعادل، كنا متعادلين سلبيا في القاهره، قدرنا بعد كده نروح سان داونز، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيكررها برضو في رمضان وبنحقق نتيجه ايجابيه عشان خاطر يرجع النادي الاهلي وبيبو وفي النهائي طبعا يحقق الثلاثيه. عاملين تقرير اعتقد هيكون مميز عن البطوله دي وعن ذكريات الجمهور معاها في رمضان. نطلع ونشوف التقرير ونرجع معاكم بعد التقرير. كنا كالصائمين، اشتد الجوع والعطش، نتوق لأن نفطر على ملامسة الأميرة الإفريقية بعد غياب. فالأهلي لم يحقق أي لقب إفريقي منذ عام 1987، كانت سنوات الصوم الكبير، إلى أن مر 14 عاما وجاءت بطولة إفريقيا 2001. ربما كان قد حان الوقت ليحلق نسر الأهلي عاليا في إفريقيا من جديد. وفي نصف النهائي ضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في المباراة الأولى التي أقيمت في 4 نوفمبر 2001. امتلأ استاد القاهرة بالحالمين المتلهفين، وكانت الآمال معلقة على جوزيه ورفاقه لحسم التأهل من القاهرة، ولكن أتت الرياح بما لا يشتهي الصائمون عن اللقب، فانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وخرجت الجموع حزينة. الرد الثاني ان صنداي مرتين وتكسب دماغه الراجل وعلاء ابراهيم وصنداي. ولكن حمل لهم شهر رمضان املا جديدا، ففي الثاني من رمضان الموافق السبت 17 نوفمبر 2001 كان الموعد لكي يرتوي الصائمون ولو قليلا. حظوظ الاهلي معقده في بدايه المباراه، فالاهلي يحتاج اما للفوز او التعادل بنتيجه ايجابيه لحسم التأهل من قلب تونس الخضراء. لحظة أسكتت الجميع وجعلت الهتافات في مصر تخفت حينما سجل لاعب الترجي هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة الثالثة. الأهلي يحتاج للتسجيل. الدقائق تمر والدعوات تتعالى بين البسطاء في مصر، كانوا طامعين في أن تحل على الأهلي بركات شهر رمضان، إلى أن جاءت الدقيقة 77 ليأتي سيد عبد الحفيظ الذي كان عائدا من الإصابة والذي حل بديلا لأحمد أبو مسلم، نزل ليحقق دعوات الملايين وليطلق قذيفة بقدمه اليمنى وكأنها لوحة أبدع دافنشي في رسمها، وكأنها تحفته الأجمل عبر مسيرته، لتسكن شباك حارس الترجي الزوابي في مشهد لا ينسى. جعل هذا اليوم هو ليلة رمضانية حفرت في تاريخ القلعة الحمراء، وليصعد بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد غياب دام لسنوات. والتسديدة مباشرة وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الأهلي. كانت كورة مباشرة جدا له، يرفع الكورة بالحارس الصوفي. لم تنتهي هكذا ليالي رمضان، فلقد حملت المزيد من السعادة. في 23 رمضان الموافق 8 ديسمبر 2001 كان موعد موقعة الذهاب في بلاد نيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا لملاقاة سان داونز لمحاولة الاقتراب من حسم اللقب. وتحمل المباراة دراما رمضانية، مباراة على طريقة مباراة الترجي، ويتكرر المشهد من جديد ويسجل كيمبابا لاعب سان داونز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26، لتتعالى الدعوات من جديد في مصر. ولكن لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، فيفعلها سيد عبد الحفيظ من جديد
ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 58 برأسية ليكون رجل لحظات الحسم. وليعود الأهلي من جنوب إفريقيا بتعادل تاريخي في يوم لم ولن ينسى، ويخوض النادي الأهلي المباراة الأخيرة في 21 من ديسمبر 2001 ليفوز بثلاثية بيبو الشهيرة التي سجلها وسط حضور ما يزيد عن 80,000 متفرج. لم يعرف أحد الاشتياق للأميرة الإفريقية كما كانوا هم في ذلك اليوم، ليظل التاريخ يذكر أن ليالي رمضان في تلك البطولة كانت ليالي الاقتراب من معانقة الأميرة بعد غياب. طيب النهاردة الحقيقة فريق كرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، المفروض أنه خاض تدريبه الأخير استعدادا لمباراة إنبي زي ما قلنا لحضراتكم اللي هتقام بكرة في ملعب بترو سبورت. التمرين طبعا تم في استاد مختار التتش بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق بتوجيه من كابتن موسيماني أو مستر موسيماني لمدة 24 ساعة بعد مباراة سموحة لعملية الاستشفاء وما إلى ذلك. الحقيقة كان في جدية لأخبارنا المتواترة من التدريب، وفي تركيز كبير وشرح من الجهاز الفني للأخطاء اللي وقعوا فيها اللاعبين في مباراة سموحة، وكمان الخطة الحقيقة الخاصة بمباراة الغد، نقاط القوة الضعف، وده بيبقى شيء مهم جدا في كرة القدم الآن، فكرة درست المنافسة. فارس اتفق مع حضرتك، واعتقد موسيماني من المدربين اللي عنده فريق شغال معاه تحليل قوي جدا، اشتغل على التفاصيل والجزئيات الصغيرة، وحضرتك زي ما انت عارف كرة القدم بتحسم على جزئيات، وده اللي بيعمله مستر موسيماني، وده اللي الجمهور بينتظره، ان احنا نشوف كيف تدارك موسيماني عيوب مباراة سموحة بحيث نقدر نحقق انتصار هام جدا، لان النادي الاهلي محتاج امام انبي ان فعلا يثبت ان هو سوف يعود وبقوه لاعتلاء الصداره. ولكن قبل ما نخرج لفاصل حابب اقول لكم بعض الاخبار او بعض الاشياء المتداوله على الساحه الرياضيه، وان كانت هي تكاد تكون الحدث في اليومين اللي فاتوا. تصريحات خرجت للاستاذ عمرو الجنايني عبر منصه صوتيه تعتبر من منصات التواصل الاجتماعي الحاليه وهي كلاب هاوس، وهي مناقشات عامه في إطار دوره كزملكاوي، ولكن إذا كان يتحدث عن الزمالك فهو شأن يعني. فوجئ الأهلوية بالحديث عن تدخلات واضحة جدا لتحويل أمور تخص بالقيد ولمساندة الزمالك ولمساعدة بعض الأطراف داخل نادي الزمالك للضغط على اتحاد الكرة. وأنا الحقيقة بتساءل كيف لمسؤول في منصب مفترض أنه هو يكون حيادي أنه هو يوجه بعض الأفراد لخلق أزمات للاتحاد اللي هو بيديره. شيء غريب أعتقد أصنفه على غرار فضيحة الكالتشو بولي الشهيرة في إيطاليا، واللي يستوجب التحقيق ويستوجب وقفة، لأن كمان بنشوف دايما المنافس يردد أن النادي الأهلي يستفيد من وجود بعض الأشخاص في موقع المسؤولية، وشفنا كمان الوزير السابق خالد عبد العزيز ويؤكد أن أبدا النادي الأهلي لا يستفيد من وجود أي أشخاص في موقع المسؤولية، ولكن خرجت تصريحات عن قيد بالمخالفة للوائح والقوانين، واعتقد امر غريب جدا. ولكن النادي الاهلي انا عارف ان حضرتك دايما بتنظر لمثل هذه الامور في نظره بسيطه جدا، وهي اللوائح والنظام الذي لابد ان يتبعه الجميع، وتحلي المسؤول بالمسؤوليه زي ما حضرتك حتى وكنا بنتناقش قبل الهوا. اذا لم يتخلى المسؤول عن انتماءاته الحقيقه العاطفيه والفرديه ما تنتظرش ابدا خروج قرارات تتسم بالموضوعيه وبتحقيق فكرة تكافؤ الفرص بالظبط. يعني انت عارف بس فكرة الجمع بين حاجتين، انا معاك كمقدم طبعًا. برامج ليا وظيفة اخرى في النادي الاهلي كمستشار اعلام مجلس الادارة، فالحقيقة كل كلمة بتحسب عليك طبعًا. لكن الحقيقة انه الاستاذ عمرو الجناني بالتأكيد لم يكن موفق في هذا التصريح، على الاقل ما كانش يصرح به. احنا نعلم اكثر مما قاله الاستاذ عمرو الجناني بالمناسبة محمد، يعني مسؤولي النادي الاهلي هي عندهم تصور وعندهم رؤية ويعلموا دايما ما يدور في الغرف المغلقة، وما بيبنوش ابدا قراراتهم ولا مجلس الكابتن محمود الخطيب بيبني قراراته على معطيات الاخر، هو بيبني دايما قراره
النابع من مصلحة النادي الأهلي ومعطيات النادي الأهلي، اللي بالتأكيد بتتسق برضو مع التوجه العام، وبيكون في حرص على فكرة السلام الاجتماعي في البلد وخروج دايما معظم البطولات بشكل محترم وبما يليق بمكانة النادي الأهلي طبعا. فما بتفرقش مع إدارة النادي الأهلي اللي بيدير المنظومة بيفكر إزاي. أنا باخد مواقفي طبقا للوائح والقوانين وبتمسك بيها ثم انتظر رد الفعل، ودايما بيكون في تدرج. واعتقد ان انت حضرت معنا عدد كبير من انشئنا الدقه بلاش نقول مشاكل من القضايا ومن الملفات، لكن على الاقل فكره المظلوميه دي لازم تنتهي، لانه صحيح. الحقيقه اصدقائنا دايما بيتكلموا فيها انه النادي الاهلي مدعوم، انه النادي الاهلي ليه ابنائه في موقع المسؤوليه بيخدموه، وده غير حقيقي بالمره بالمناسبه يعني. كان مهم جدا ان احنا نرى، وانا قلت لكم قبل ما استاذ شريف يرد انا عارف هو هيرد ازاي، لان انا عارف الشخص اللي بيتكلم قد ايه هو مسؤول وقد ايه يعي النادي الاهلي مسؤولياته من خلال اختيار الناس اللي بتمثله. كمان كان مهم جدا ان انا اقول لكم على حتى لسان استاذ شريف ان جمهور النادي الاهلي لازم يبقى مطمئن دائما ان اداره النادي الاهلي بتكون عارفه هذه المواقف ودايما بتاخد قرارات انت كجمهور بتشوفها في النتيجه في النهايه، ويدوم للنادي الاهلي قراراته الحكيمه. ونتمنى البعض ان هو ياخد باله ان تصريحاته ممكن تتسبب في ازمات كبيره. نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل عندنا حوار شيق جدا وضيف مهم جدا جدا جدا. بجدد التحية لحضراتكم، رجعنا لكم تاني ولسه مستمرين عبر شاشة قناة النادي الأهلي في الأهلي في رمضان. عندنا ملفات مهمة جدا الحقيقة زي ما قلنا لحضراتكم في فقرتنا الأولى، هنتكلم فيها كواليس، ذكريات، هتحكي لأول مرة مع واحد من ألمع وأهم نجوم التاريخ الكروي في القلعة الحمراء، سواء كان لاعب أو مدرب، لأنه حرف يعني قدر يحفر اسمه بمياه من الذهب إن صح التعبير في سجلات التألق مع عالم الساحرة المستديرة. ومحطاته ومشواره التدريبي الحقيقة مش ممكن أنه يتنسي أبدا، سواء مع المنتخب الوطني أو النادي الأهلي. نجمنا الليلة في قناة الأهلي هو الكابتن فتحي مبروك. مرحبا بحضرتك كابتن. مساء الفل، وازيك؟ وانا سعيد معاكم وسعيد طبعا، وكل سنه وحضرتك طيب وكل شعب مصر طيبين وكل جماهير النادي الاهلي طيبين. هنتكلم عن عادات وعن حاجات كتير في رمضان، وحضرتك عندك ذكريات مش بس كرويه يعني، لكن بنبقى معنيين بالاساس احنا بنتكلم عن شغف البدايات. فلما بنسال الكابتن فتحي مبروك عن فتره البدايه كابتن فتحي، وانت في ايام الصيبه كده. لا ده انا في ايام الصيبه بدايتك مع كره القدم. ده انا تربيت في النادي الاهلي. يعني تربيت في النادي الاهلي يمكن وانا عندي تسع سنين دخلت النادي الاهلي. رحمه الله والدي كان مدرب تنس في النادي الاهلي، وكنت بروح دايما وعشق للنادي الاهلي. كنت دايما ساكن في العجوزه، كنت باخد كوبري الزمالك القديم. بتعدي رجليك يعني؟ كوبري الزمالك القديم واطلع على شارع الجبلايه واروح على النادي يوميا، كنت في النادي الاهلي. وكان بقى مره كان في اختبارات، في النادي الاهلي، فقلت انا ما انا بلعب في الشارع وزي العفريت وزي الجن، طب ما اروح اشوف نفسي في الاختبارات. والله وقلت اروح اشوف نفسي من غير ما والدي الله يرحمه يعني. كم كابتن فتحي تقريبا؟ ده تقريبا سنه 58 59. 58 59 بالظبط، لان ما زلت عندي الكارنيه بتاع عضو رياضي بتاع النادي بتاع سنه 60 ومن غير كشافين حضرتك. ومن غير الفكره ان حضرتك انا بس عليك الاول يا محمد فارس، وازيك وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يخليك وده شرف ليا التواجد، ربنا يخليك. ومن غير كشافين انا كنت في النادي متواجد، وعرفت ان في اختبارات فقلت والله لا اروح. ما انا كنت بلعب بقى في الشارع، وكنت مولود في حي العجوزه، وكل حياتي كانت كره قدم. يعني كل حياتي كانت كره قدم. حتى بمناسبه هذا البرنامج الجميل، يمكن مش عايز اقول لك ان انا كنت بلعب كره للفجر، والله يوميا للفجر استاذ شريف، يوميا للفجر واروح البيت في الشارع. كان في الشارع اتمرن فين؟ كانت الكره الشراب بقى ولا ايه؟ كانت الكره الشراب. كره الشراب بقى، وكنا عاملينها زمان. ايه موهبه فطريه. الحمد لله. وانا كنت طبيعتي على فكره، كنت طبيعتي يمكن احب اسجل اهداف. محمد فارس ما يعرفش كره الشراب، ما شافهاش. لا ده كان لسه ما كانش ده خد على الكوره الكبيره، الاجيال لسه الثمانينات التسعينات حديثه. ولكن فعلا المواهب، حتى تطور الكرة قلل المواهب، بحكم كمان يعني كنا شفنا كابتن بيبو قبل كده في أكتر من تقرير بيتكلم إن كان عنده الموهبة إن أي شيء
موجود حواليه ممكن يحاول ينطاه او يعمل بيه مهاره، وده ما بقاش موجود دلوقتي في الاجيال دي يا كابتن فتحي. هو طبعا اجيال زمان عشان كان دائما بتتمتع بالاداء الفردي. خلينا برضو نتكلم بواقعيه، ما كانش التكنيك وما كانش اسلوب اللعب وكان الحاجات دي كتير قوي، ولكن دائما لما بتحس ان فرقه فيها نجوم ونجوم على مستوى عالي جدا من الكفاءه البدنيه والكفاءه الفرديه والمهارات، يعني زي انت قلت الكابتن خطيب، لا كابتن خطيب كان كابتن زيزو بالمناسبه، بس الكابتن عبد العزيز بن شافي طبعا بعزيه وبعزي اسرته في وفاه شقيقته النهارده، بقاء لله وربنا يرحمه ويتغمده واسع رحمته يا رب. وطبعا الكابتن زيزو، الكابتن مصطفى كان بيتميز ايضا بالسرعه، كابتن مختار، كابتن محمد، يعني كان اجيال كلها بتتمتع بحاجات. الكابتن احمد عباقي ضربات الراس دي كانت موهبه عنده، كابتن مصطفى يونس، كابتن حسن حمدي وزير الدفاع، يعني كلنا كنا كل واحد ليه ميزه، كل واحد بيتمتع باداء فردي رائع جدا. طيب خلينا نشوف يا كابتن فتحي تقرير خاص بحضرتك ونرجع لفارس بقى، عندنا لسه حكايات كتير الحقيقه عن الكابتن فتحي مبروك وعن النادي الاهلي خاصه في رمضان. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. واحد من ابناء الاهلي المخلصين استحق لقب رجل المهام الصعبه، عاشق يلبي نداء القلعة الحمراء والدفاع عن الكيان ورفع اسمه في أي قطاع من قطاعات الكرة بالنادي تحت أي ظرف وفي أي زمان. إنه نجم المارد الأحمر السابق، لاعباً ومدرباً، ورئيس إدارة المواهب بالنادي المدرب القدير فتحي مبروك. يعد فتحي مبروك المولود في 5 يوليو عام 1951 حكاية طويلة مع النادي الأهلي وقصة ارتباط وثيقة بالقلعة الحمراء التي دخلها لأول مرة وهو في 9 من عمره كشبل يافع في قطاع الناشئين بالنادي، وشق طريقه سريعا بين مختلف المراحل السنية إلى أن بات لاعبا مؤثرا في الفريق الكروي الأول بالنادي بعد تصعيده لأول مرة في موسم عام 1971-1972، أصبح أحد نجوم الفريق الأول في مركز المدافع الأيسر، ولعب ضمن جيل من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية، منهم محمود الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وغيرهم، وشكل مع حسن حمدي وزير دفاع القلعة الحمراء ثنائياً متفاهماً ومميزة في الخط الخلفي للأهلي، حتى قيل وقتها إن هيدي كوتي يضع مبروك وحمدي أولاً في التشكيل ثم يفكر في بقية اللاعبين. فاز فتحي مبروك مع الأهلي لاعباً بستة ألقاب في بطولة الدوري العام ولقبين لكأس مصر. أما على الصعيد الدولي فانضم لمنتخب الفراعنة للمرة الأولى في عام 1974 وشارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية عام 1980، كما تمكن من تسجيل هدف مصر المؤهل لأولمبياد موسكو في نفس العام. وبعد رحلة رائعة مع الأهلي والمنتخب اعتزل كرة القدم في عام 1981، وانتقل بعدها للعمل في مجال التدريب حيث تألق بشكل لافت للأنظار. كانت أولى محطاته التدريبية في عام 1985 بعد تعيينه مدرباً مساعداً مع الجنرال الراحل محمود الجوهري في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وحقق الفريق في هذا العام اللقب الإفريقي، وبعدها انتقل ليكون مساعداً للجوهري أيضاً في الجهاز الفني لمنتخب مصر ليحققا معاً إنجازات كبيرة كان أهمها الوصول إلى كأس العالم عام 1990 والفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998. تولى فتحي مبروك مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي لأول مرة في منصب الرجل الأول عام 2003 بعد رحيل الهولندي جو بونفرير عن الفريق، وقاد الفريق حينها للفوز ببطولة كأس مصر. وبعد أكثر من 10 سنوات تولى خلالها تدريب عدد من الأندية
عاد في الولاية الثانية له مع الأهلي ليتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف وينجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري. وبعدها يتولى الإسباني جاريدو تدريب المارد الأحمر لكنه يرحل سريعا ويتم الاستعانة بخدمات فتح مبروك للمرة الثالثة. في عام 2019 عاد فتح مبروك للأهلي من جديد في منصب آخر بالإشراف على قطاع الناشئين. وأخيرا في يونيو الماضي أسند له المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب مهمة جديدة بتعيينه رئيسا لإدارة المواهب بالنادي. الحقيقة أنا دايما بيكون عندي سعادة شخصية لما بكون في حضر الضيوف شاهدوا تتويج النادي الأهلي وتكوين تاريخه. كابتن فتحي مبروك واحد من هؤلاء. جيل التلامذة كان علامة فارقة في النادي الأهلي وكان جيل جه بعد معاناة النادي الأهلي من 62 ما بيحققش لقب بطولة الدوري إلى أن جاء موسم 74-75 وكان النادي الأهلي بيحقق بطولة الدوري في موسم مهم جدا. حابب حضرتك كابتن فتحي اتكلمنا عن تكوين جيل التلامذة، إزاي النادي الأهلي والكابتن صالح سليم والفريق مرتجي في رئاسة النادي الأهلي حققوا المشروع ده؟ المشروع ده اتبنى ازاي مستر هيدوكوتي؟ وحضرتك تعيشنا كواليس الفترة المهمة جدا من تاريخ النادي الأهلي اللي ممكن كتير من الجمهور يكون معاشهاش أو معصرهاش. وطبعا بشكر مجموعة العمل الجميلة على التقرير الجميل ده، بصراحة تقرير هايل، يعني في حاجات حلوة قوي، حاجات برضو من أجيال اللي انت كنا بنتكلم عليها دلوقتي، جيل التلامذة والأجيال اللي بعد كده، حتى شغلي في النادي وشغلي في المنتخب، فتقرير حلو قوي 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 يعني. لا لا تقرير جميل يعني، لا يليق بقدرك والله، ربنا يخليك. انا يمكن انضميت للفريق اول سنة 69 برضو، كنت يمكن انا وكابتن زيزو وكابتن صفت عبد الحليم، وكان رحمة الله عليه كابتن عبد صالح الوحش هو كان مدير الفني في للفرقة في هذا التوقيت. طبعا كانت الكرة متوقفة، ما كانش فيه اي رسمات عشان طبعا عدوان 67، ولكن كان في حاجات كلها وديه، ماتشات وديه يعني، سافرنا حتى ساعتها لدبي، وساعتها برضه سافرنا العراق ولعبنا ماتش ضد الجيش العراقي، وبعد كده رجعنا لدبي ولبنان. كان في طور كده عاملينه كله عشان ماتشات وديه نظرا لتوقف المسابقات الرسميه في هذه الفتره يعني. الحمد لله يمكن بعد هذا الجيل بقى ما بطل يعني، كان برضه معايا ناس مش عايز اقول لك يعني، ناس اسامي كبيره جدا وانا لعبت في وسطهم وانا لسه صغير يعني. فبعد هذا الجيل بعدين بقى 71 و72 ابتدى 73 بقى ابتدى جيل التلامذة يظهر بقى. جيل التلامذة والفرقة دي كانت فرقة كلها زي ما قلت لك كده مميزة يعني، فرقة مميزة من أداء فني، أداء سلوكي، حب للنادي. احنا كنا بنروح النادي ده الساعة 9 الصبح و10 الصبح من غير احتراف، إقامة كاملة من غير احتراف، كنا نروح الساعة 10 الصبح نقعد نلعب بلياردو، ننزل على التمرين، نخلص تمرين نقعد نتغدى سوا ونلعب بلياردو تاني، لدرجه ان انا كنت ممكن امشي من النادي الاهلي الساعه 12 بالليل 12 بالليل. حياتك خلاص حياتي كلها كانت في النادي الاهلي، وكل النجوم ما شاء الله للصور كانت في التقرير كلهم كانوا يحبوا النادي الاهلي وعشاقوا النادي الاهلي وكلهم محترفين، بس ما كانش فيه بقى الفلوس وبتاعه الاحتراف دلوقتي. يعني كان في تطبيق لمفهوم الاحتراف لكن ما كانش فيه العقود، ما كانش فيه طبعا. الغريب كمان ان كان معانا ضيف الحلقه اللي فاتت كابتن رمضان السيد ذكر نفس الجمله. صحيح. ان احنا كنا محترفين قبل نظام الاحتراف ما يحصل. صحيح. كان اللاعب ذات نفسه وهو محترف بيطبق مجموعه من المعايير، ويمكن ده دايما بينعكس في نجاح في الملعب. وحضرتك من المدرسه الانضباطيه، يعني عايز كمان اتكلم مع حضرتك لما دخلت النادي الاهلي، بدايه حضرتك في النادي الاهلي طبعا في هدف شهير لحضرتك في منتخب السويس في البطوله اللي احنا بنتكلم عليها الغاليه دي، حضرتك حابين تحكي لنا عن الهدف ده لان ليه مفارقه كانت شهيره في الصحف وقتها؟ لا بص، الهدف ده يمكن كنا بنلعب في السويس طبعا ضد منتخب السويس في ملعب السويس، والملعب كان يوميها كان فيه هوا جامد قوي، تيارات هوائيه، كان فيه تيارات هوائيه جامده قوي. احنا كنا بنلعب، انا فاكر كويس قوي، كنا بنلعب يمكن على الشمال المقصوره، وكابتن خطيب شاور لي بايده وانا من ناحيه الشمال كده متحرك، شاور لي بايده ان انا العبها له تشيب باس، تشيب باس يعني من فوق المدافعين كده، ولكن لحظي كويس، حظي كويس، رحت عامل اوفر جامد قوي، طلع جول. يمكن كان اسمه حتى الهوا لو تفتكر في هذا التوقيت. حارس مرمى السويس كان اسمه الهوا. طلع الكوره من قوه الهوا، الكوره ساعدني الهوا، راح واخدها راح نازله في الجول، وكسبنا هذه المباراه 1-0.
بالظبط بالهدف ده. بالهدف ده وكان هدف مش عايز اقول لك يعني اسعد الفرقه بطريقه غير عاديه، لان كان مباراه صعبه جدا جدا في السويس، وكانت فرقه السويس مميزه. كان عندها برضو لعيبه كويسين جدا على المستوى المهاري والمستوى الخططي، وكان عندهم روح عاليه جدا، وكان دائما ماتشات اهلي وسويس بتبقى فعلا ماتشات قويه جدا. حضرتك كلمتنا عن نقطه مهمه جدا كابتن فتحي، فكره انه الوالد كان مدرب تنس وحضرتك كنت بتروح مع النادي الاهلي، وان انتوا كنتوا محبين للرياضه وبتقضوا عدد ساعات طوال يعني في النادي. لاي مدى الاسره كان لها دور في دعمك، ولا في مشاكل واجهتك؟ لا لا الحمد لله، انا الاسره عندي الحمد لله، يمكن عشان انا متربي زي ما قلت حضرتك كابتن شريف في النادي الاهلي. حتى ما كنت بروح النادي الاهلي مع والدي كنت اروح اتفرج على التمرين، اقعد كان في مدرجات خشب زمان لو بس مش عارف بقى تذكرت ولا، كان في مدرج اليمين ده في النادي الاهلي مدرج خشب، كنت اروح اتفرج على التمرين واتفرج على الاساتذه بتوع زمان دول. والله يعني حياتي كلها في النادي الاهلي، ما كانش في اي شيء يعوق ان فتحي مبروك يروح النادي الاهلي، سواء ان انا كنت بروح مع والدي او سواء في ما انضميت لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. الاسره كانت بترحب، والاسره كان والدي بقى بعد ما عرف ان انا رحت الاختبارات، وكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه هو اللي اختارني وقال لي يا ابني ده انت ما شاء الله عفريت. والله بجد قال لي كده بالظبط، قال لي ما شاء الله انت عفريت عفريت، بس انا مش عايزك تلعب بقى ايه فيرود، مش عايزك تلعب فيرود، انا عايزك تلعب ورا، لان شكلك كده مدافع مدافع وعندك روح ومن ساعتها بقى الحمد لله كملت مسيرتي ان انا فعلا في الدفاع، ولكن ما فيش اي حاجه للاسره كانت دايما بتشجعني. طب الدراسه ما كانش في تعطيل عن الدراسه ابدا؟ ده بيبقى يعني مبرر للاسره؟ ابدا ما كانش في اي تعطيل في الدراسه، لان حياتي كلها حياتي كلها لعب كره قدم. والله العظيم مدرستي دي كانت في العجوزه، بعد الظهر كنت البس مثلا، كان زمان بقى المرياله المرياله، البس المرياله الساعه 9 ونص 10 الصبح واطلع قدام باب المدرسه اقعد العب لحد ما اخش على الفصل. وكان بقى يعني يمكن كان في مش عايز اقول لك كان في مس رجاء دي كل يوم ادخل لها عرقان، كل يوم ادخل لها عرقان. لدرجه ان جم في سنه من السنين، برضو انا فاكر التاريخ ده كويس، جم في سنه من السنين قال لك احنا عايزين نحول جزء من البنين اللي موجودين في الفصل نوديهم مدرسه اسمها لامام علي برضو في العجوزه. فطبعا كله دخل كده، كان برضو لجنه جايه من وزاره التعليم، من وزاره التربيه والتعليم جايه لجنه فشاور عليا، لقاني بقى حرقان، قال لك ده الواد ده لازم نمشيه من هنا، قال لك لازم نمشيه والله بجد. فراح مشاور عليا خلاص. والله انا فاكر ميس رجاء دي وقفت قالت لهم بصوا خدوا الفصل كله الا ده، والله بجد الا ده المسمار بتاع الفصل. فحياتي كلها الحمد لله يعني حياتي كلها كره قدم، وحياتي كلها من اصل زي ما قلت لك من العجوزه، حياتي كلها يمكن قضيتها في النادي الاهلي، عشق للنادي الاهلي وانا عندي 9 سنين بقى لمراحل القطاع لحد ما لعبت درجه اولى سنه 69. دايما احنا مؤمنين ان الاعلام رساله، عشان كده دايما بنربط الحديث اللي هو خلق الشخصيات اللي فعلا ضحت وتفانت عشان النادي الاهلي بمواقف حاليه. حضرتك الاجيال الموجوده حاليا مختلفه عن جيل كابتن فتحي مبروك اللي هو ادى حياته كلها لكره القدم، وبيكلمنا عن شخص هو كل حياته عباره عن كره، تدريب، اجتهاد، حتى على مستوى الدراسه على مستوى النجاح كان شخص بيدي كل حاجه حقها، ومعروف عن حضرتك الجديه في حياتك كلها. عشان كده لازم نستغل حضرتك في انك توجه نصيحه للاعبين دلوقتي يتعاملوا ازاي مع الاحتراف، ويتعاملوا ازاي مع وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعاملوا ازاي مع اداره موهبتهم اللي هي بتكون سنوات محدوده في كره القدم البعض بيهدرها كابتن فتحي. هو طبعا في اختلاف كبير بين الاجيال اللي فاتوا، خلينا برضو بنتكلم بواقعيه من ناحيه السوشيال ميديا، ومن ناحيه برضو الحاجات الكتيره القنوات الفضائيه، ومن ناحيه الاعلام التطور يعني. التطور مذهل طبعا دلوقتي ساهم كتير. احنا مين اللي كان بيذيع ماتشاتنا زمان تفتكر؟ القناه بتاعت القناه الاولى قبل القناه كان مجرد الاذاعه، القناه اول اذاعه حتى مش كابتن نجيب المستكاوي في الصحافه اول اذاعه، يمكن كان برضو الجزء الاعلامي بالنسبه للجيل زمان يكون جزء محدود جدا صحف. في اطار في بيروز صغير او دلوقتي صحيح. لا خلاص بقى دلوقتي بقت وسائل الاعلام دلوقتي حديثه، وسائل الاعلام النهارده ساهمت في حاجات كتير جدا بالنسبه لهذا الجيل. هذا الجيل يعني حقه خد طبعا شهره، اللعيب بيلعب ماتش واحد بياخد شهره قد اللي احنا لعبناه 5 6 سنين. صحيح. والله بس ممكن تبقى وقتيه يا كابتن لو ما عملش اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، مع الوقت سرعان ما تنتهي الشهره.
فنصيحتك ايه للاعبين؟ انا نصيحتي للعيبه دلوقتي، انا يمكن برضو يمكن من خلال برضو تواجدي في النادي ومن خلال برضو الحاجات الفنيه ومن خلال رؤيتي للحاجات كتير قوي، ان اللعيبه دايما تركيزها ملعب، وتركيزها دائما بطوله، تركيزها دائما اسعاد جماهير وجماهير كره القدم في النادي الاهلي، دائما بيهمها البطوله، جماهير النادي الاهلي على مستوى مصر بيهمها البطوله. فلازم تسعد جماهيرك، ما تشتتش نفسك، ما تخرجش بقى السوشيال ميديا وترد على ده وتقعد تتكلم مع ده اللاعب يركز في ركز طبعا. ركز عشان حتى الناس يبقى النهارده، حتى لو محدش اهلاوي، لو مفيش اهلاوي الناس تبقى مقدراك وتحترمك. ما تخرجش على المألوف، لان الخروج دائما على المألوف بيحط لك بيسبب مشاكل، بتلاقي حد بيرد عليك، بيشتمك، بيهينك، بينتقدك، كل هذه الامور. انا بتمنى اللعيبه، الحمد لله كل لعيبه النادي الاهلي على المستوى السلوكي طبعا. حاجه كويسه جدا جدا، هو تركيز دائما، تركيز المستطيل الاخضر، هو ده اللي بيسعد ملايين من عشاق كره القدم في النادي الاهلي. نتكلم عن تجربه حضرتك في قطاع الناشئين، سواء انضمامك كشبل يعني في النادي الاهلي، او وصولك لمهمه رئاسه القطاع ثم رئاسه لجنه المواهب. بس انا عايز اكلم حضرتك عن ثنائيه محمود الخطيب وفتحي مبروك بشكل انساني، المستمره حتى الان، يعني عبر القرون العقود الماضيه دي كلها. فارس حكوايه في النادي مره، وبعدين الكابتن محمود راح بص عليه وهو بيلعب تنس، فاكر اليوم ده؟ فاكر. مع مرجان، فاكر طبعا. وبعدين رتبوا عشاء كده بره ولا بيت غيران بقى يعني فواضح انه يعني العلاقه مستمره. لا الحمد لله، انا علاقتي بالكابتن محمود الخطيب علاقه الحمد لله يمكن مش عايز اقول لك اكتر من اخويا. عشنا مع بعض كتير جدا، عشنا مع بعض يمكن في سكن واحد، كنت انا وهو الكابتن محسن صالح، عشان تبقى يعني كنا عشنا حياه يعني مش عايز اقول لك اكتر ممكن ما عشناها في البيت. ودليل ان احنا كنا، مش عايز اقول لك، كان عندنا دائما حاجات مش على البال. يعني تخيل لعيبه كوره، احنا شوف لعيبه كوره، بس انا والكابتن محمود الخطيب عندنا حاجه مشتركه، احنا الاثنين في النوم قليلين جدا، احنا الاثنين عدد ساعات النوم قليلين جدا. طب وده ما ياثرش يعني كابتن محمود مثلا قاعدين مثلا في البيت يجي الساعه 2 بالليل، بقول لكم ايه، ما تيجي ننزل بقى نتعشى كده في الساده زينب الساعه 2 بالليل، والله العظيم بكلمك بجد، ننزل الساعه 2 بالليل نتعشى، نرجع على الساعه 3:30 4 و5. ما عندناش اي مشاكل. كان في مكان معين في السيده بتروح وتعشوا فيه؟ مش عايز اقول بقى عشان الاسم ما يبقاش اعلان دعايه. فبقول لك والله العظيم احنا حياتنا الحمد لله يمكن ارتباط كبير جدا في حياتنا، في معسكراتنا، يمكن في سفرات، في سفر بره، كل هذه الامور. انا علاقتي بالكابتن محمود الخطيب اكتر، بقول لك اكتر من اخوات، وعلاقتي بهذا الجيل الحمد لله يعني علاقه الحمد لله دائمه الحمد لله. يمكن العلاقه دي تجسدت كمان في الملعب في تحفه فنيه لحضرتك موسم 76، المباراه الفاصله مع المحله اللي كسبناها بهدف، حضرتك بتصنع هدف. يعني انا بشوف اللاعب دلوقتي، لو في لاعب صنع الهدف اللي زي حضرتك صنعته ده، وزي استقبال كابتن محمود الخطيب للهدف وتسجيله، اعتقد هيطلبوا يعني ارقام غير موجوده في الدوري المصري. ذكريات حضرتك ايه عن الهدف ده وعن العلاقه والتفاهم اللي كان ما بين اللاعبين بالشكل ده؟ انت بتجيب الحاجات الحلوه دي منين؟ لا ده محمد عنده بجد والله، عنده ما شاء الله وهوس يعني ما شاء الله. ده ماتش المحله ده برده من الماتشات اللي كانت بتبقى صعبه جدا، وخصوصا في استاد المحله. انا برضو من ناحيه الشمال برضو اتحركت بالكوره، كابتن خطيب كان تحركاته ذكيه جدا طبعا، ذكيه جدا. فبرضو يمكن شاور لي هو، رحت عامله له تشيب باس خدها بقى هو الوقت على صدره، على صدره المهاره بقى. لا وبعدين كان في عرف كده محمد، يعني الكوره راحت على صدر الخطيب في ال 18، هاتها من الشبكه طبعا، هاتها من الشبكه تنزل على كان مميز. خدها على صدره وخد ايه ولف بيها وفريست تايم جول، كسبنا برضو بيه الماتش، كسبنا بيه الماتش. وكانت جماهير بقى، جماهير طبعا المحله، انت عارف استاد المحله ده من الاستادات الواحد بيعشقها، تحس ان انت داخل كده حاجه اثريه طبعا، والله حاجه اثريه استاد المحله ده. وكان اليوم ده استاد المحله كان مليان من جماهير اهلي وجماهير محله بالظبط. احنا لعبنا مباراتين، المباراه دي 1-0، ولعبنا مع المحله المباراه الثانيه الفاصله كانت برباعيه في استاد القاهره غالبا بالظبط، 1-0 في القاهره و4-0 في و4-0 بعد كده في القاهره قصدي، 1-0 في المحله زي ما حضرتك بتقول. ولكن كمان كابتن فتحي مبروك اهو الجون اهو يا كابتن، يعني احنا حاولنا نجيبه. معلش بص حضرتك صناعه الهدف، يا سلام يا سلام الخطيب، يعني ما فيش الكلام بقى ده دلوقتي. بص كابتن فتحي حضرتك المكان والتايمنج واستلام بقى كابتن محمود الخطيب، بص ولعبه الكوره يعني لا ونايم وش رجله ازاي بقى هو بيحط يا فارس
كابتن فتحي طبعا مطلع الكرة. اعتقد كابتن لو لعيب دلوقتي كان طلب في الموسم 50-60 مليون. انا وكابتن محمود الخطيب خلاص ما حدش طبعا يقدر يقدر موهبته. لا بس والله مش عايز اقول لك لقطات جميله رائعه بصراحه. انا كنت سعيد ان احنا نعرض الهدف ده في والله حلو قوي 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 اللقطات. شكرا للزملاء الحقيقه. طبعا بشكر مجموعه العمل الجميله. حضرتك عندك رقم مميز جدا، بشوف ان الرقم ده لازم ياخد حقه مش لكابتن فتحي مبروك، لاجيال تواجدت والنادي الاهلي ازاي بيحقق ارقام مميزه. تعتقد حضرتك حققت كام هزيمه امام نادي الزمالك؟ يعني وانا بلعب اعتقد ان احنا ما اتغلبناش من الزمالك. حضرتك يعني تحديدا لم تهزم من نادي الزمالك. لا مباراه شارك فيه 8 مباريات حضرتك، في الثمان مباريات لم يخسر كابتن فتحي مبروك امام نادي الزمالك ابدا، وده بيعكس كمان ثقافة النادي الأهلي في المرحلة دي، كانت الانتصارات متوالية والبطولات. شخصية اللاعب كابتن اللي بتؤهله أنه في مباريات القمة دايما يحقق الانتصارات أو على الأقل ما يخسرش، أعتقد حضرتك دي بتحتاج نوعية معينة من اللاعبين أو إيه سر تفوق الجيل؟ لا هي شخصية اللاعب دايما في فكره في حتة ذهنية. النهارده قبل ماتش الأهلي وزمالك مش عايز أقول لك أنت بتشتغل كان شريط فيديو، يعني انا شخصيا كنت شريط فيديو شغال طول الليل، هلعب ازاي، طب مين اللي ضدي، طب هتحرك ازاي، طب هعمل ايه، كل هذه الامور لازم تبقى دارسها كويس قوي عشان تبقى نازل الملعب مفيش رهبه مفيش خوف مفيش قلق مفيش توتر، كانك دارس الموقف قبل الماتش بيوم. بتنام بدري، مع اني ما كنتش انام بدري ابدا، يعني زي ما قلت لك كده انا كنت اسهر وكان نومي قليل جدا، كل هذه الامور، ولكن انت دراستك للموضوع دراستك للمباراه بيحتم عليك ان انت بتبقى كل طبعا سيناريو بتعيش الحاله، يعني بتعيش الحاله، ودي كانت طبيعه اللعيبه عندنا كلها كان دايما يعيش الحاله ويعيش النهارده. عنده ماتش بكره الزمالك، كل واحد في مركزه في البوزيشن بتاعه، كل واحد هيعمل ايه في البوزيشن بتاعه. عشان كده الحمد لله يمكن الاحصائيه دي طبعا كانت احصائيه جميله يعني. طيب البطولات البطولات اللي حققها الكابتن فتحي مبروك مع النادي الاهلي يتذكر منها ايه؟ انا متذكر يمكن في بطوله يمكن اعتز بيها جدا برضو، كاس مصر 4-2 على فكره، من البطولات الرقيه جدا 78 من البطولات الرقيه جدا، نزل فيها كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر الشيخ غيروا نتيجه المباراه، البطولات الرقيه جدا وبرضو حصل مشاكل فيها وكان شويه مشاكل كده بالاخر نادي الزمالك وقدر النادي الاهلي يعدل النتيجه متاخر ويحقق 4-2. من البطولات اللي اعتز بيها جدا طبعا. اي بطوله انا بكسب اهلي ماتش زمالك ده في حد ذاته زي ما احنا بنسميه دلوقتي بطوله في حد ذاتها، فمكسب ان انت بتكسب الزمالك ده بطوله في حد ذاتها، في نهائي بتبقى ضربه قاضيه كده، بتبقى ضربه قاضيه مش كده طبعا هي ضربه قاضيه. انا بتكلم عن فكره القضيه دي بتكون في نهائي البطوله، انت بتخلص على الخصم بتاعك بقى عرف اهلاوي عبر مدار التاريخ. وزي ما بقول برضو لحضرتك شخصيه الجيل ده، يعني 78 النادي الاهلي كان بيخسر الدوري، قدر بعدها النادي الاهلي يحقق الكاس، الجيل ده كان عنده الهدف ده دايما. لكن بشوف حضرتك يمكن البطولات كمان بطولات افريقيا حضرتك مع ظهور النادي الاهلي فيها كنت بتؤدي بشكل مميز، يمكن ما حلفش حضرتك الحظ وانت لاعب ان انت تحقق بطوله افريقيه، ولكن مشوار تدريبي رائع بدا مع شخصيات لها اثر فني كبير جدا. حضرتك كاس الكؤوس الافريقيه في 85 مع كابتن جوهري ومع جيف باتلر وكابتن اروى سلامه 87. النقله دي بقى كمدرب ودخولك المدرسه التدريبيه دي داخل النادي الاهلي وتحقيق بطولات كبيره، حضرتك احساس اللاعب من المدرب وازاي بدا كابتن فتحي مبروك كمدرب يكون ليه بصمته ويكون اهم المدربين دايما حريصين على تواجده زي كابتن محمود الجوهري؟ هو طبعا انا اعتزلت 81، وكل مدرسه اشتغلت معاها في التدريب بصراحه استفدت منها، لان كانت عندي الموهبه. يعني مش عايز اقول لك انا مثلا ايام الدكتور رحمه الله عليه انا كنت انزل اسخن الفرقه واجهز الفرقه الماتش وانا لعيب في الفرقه، كنت انزل اسخن الفرقه وكل هذه الامور. مش مدرب لياقه ولا احمد، والله بقول لك انا كنت كده عندي الموهبه. يعني عندي الموهبه حتى بدليل ان كنت انا والكابتن خطيب والكابتن مصطفى عبده مثلا في عهد كالوتشاي ما كانش ميال قوي لينا احنا الثلاثه. يا سبحان الله. طبعا ولكن كنا بنتمرن بعد ما التمرين وحده التدريبيه تخلص كنا بنتمرن احنا الثلاثه، وكنت برضو نشتغل حاجات سبرنتات، نشتغل حاجات على الجول، كل هذه الامور. فالحمد لله انا عندي هذه الموهبه. يعني مع حضرتك لاعب بتستفيد. استفدت من كل المدرسه اللي انا اشتغلت معاها او المديرين الفنيين كلهم استفدت. لا وميوله من اول لحظه انه مدرب يعني. طبعا. انا بحب بعشق التدريب ولحد يومنا هذا وانا قاعد معاكم بعشق التدريب.
يعني احب التدريب جدا 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 يعني. فطبعا اتعلمت بالمدارس برضو، ما اشتغلت مع ناس، اشتغلت مع ناس حتى كنت مدرب عام، لا اشتغلت والحمد لله برضو عندي شخصيتي كانت كويسه، في اقناع يعني، حتى لما اقعد مع اللعيبه كده في حاجه انديفيدوال لازم يبقى في اقناع، ودي مهمه جدا ان شخصيه المدير الفني او شخصيه المدرب لازم يبقى مقنع، لازم يبقى مقنع للعيبه في الاداء ان هينمي حاجه عنده. انا كنت ميال للحته دي قوي يعني، ميال برضو في الفترات اللي انت قلت عليها دي، كنت ميال في الحاجات الاداء الفردي، امسك ستوبر، امسك راس حرب، اشتغل معاه، امسك وسط ملعب، امسك باك رايت، تطوير اللاعبين طبعا، ودي مهمه جدا للمدرب العام. النهارده بيبقى واخد توجيهات من المدير الفني، او هو النهارده ليه رؤيه داخل الملعب، بيشوف اللعيب ده ايه اللي ممكن ينمي حاجه عنده، يطور من اداءه، يطور من اداءه. ما لو ما كانش في شغل الفرد ده في لعيبه كتير هتخسر يا كابتن فتحي، وده اللي بيفرق مدرب عن مدرب، ان هو يشتغل مع كل لاعب ازاي طبقا لقدراته وامكانياته طبعا يعني. ودي حته مهمه جدا، يتجنب ويعالج اخطاء ويطور طبعا من حته من جدا مهمه جدا جدا. في دائما الاخطاء الفرديه لازم من الاداء الفردي، الحاجات اللي فيها انديفيدوال دي تريننج لازم العيب يشتغل عليها. تفتكر وحضرتك مدرب سواء في الاهلي او المنتخب الوطني، مين ابرز اللاعبين اللي اشتغلت معاهم بشكل فردي واستفادوا كده؟ هو طبعا انا في مرحله برضو الشباب، يمكن الناس اللي استفادت مني قوي كان عمرو كراس حرب، عمرو جمال كنت احب اشتغل معاه، لان هو كان بيحب كده يعني، كان بيحب كده، يحب بعد دايما التمرين يقول تعالى يا كابتن نشتغل شويه على الجول، وهو الكلام من. فعمرو جمال في الجيل اللي انا كنت شغال معاه فرقه الشباب وحتى في الفريق الاول كان دائما بيحب الاداء الفردي. عمرو اعارته تنتهي اللي طلع الجيش، هذا كان هايل يعني، كان هايل، وكان في الفتره دي كان عمرو جمال من الموجودين قوي على مستوى المنتخب، على مستوى المنتخب. بس انا بقى من خلال برضو رؤيتي ومتابعتي كان هشام يكن. هشام يكن والله، وكنت قلت للكابتن جوهر رحمه الله عليه، قلت له هشام خلي بالك بيعمل حاجات كتير فاولات، يعمل فاولات كتير قوي، مندفع وكلام من حماس طبعا عايزين نشتغل معاه حاجات انديفيدوال بحيث ان هو يرتقي باسلوبه، يرتقي حتى بالحاجات الدفاعيه. فبرضه اشتغلت مع هشام يكن فتره وكان كبيره، وكان ركن ركين الحقيقه في منتخب 90 الحقيقه، لدرجه ان هشام لما بيقابلني دلوقتي بيقول لي يا كابتن انت السبب اللي خلتني ابقى نجم من 90 سنه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني يمكن في مدارس تدريبيه دلوقتي بتتحدث عن انه مفترض اللاعب اللي بيلعب في الانديه الكبيره بيكون جاهز او بيكون مؤهل وما بيكونش محتاج شغل فردي، لان بيكون المبدا طالما اللاعب وصل للمستوى ده من المباريات والتنافس هو اصلا لاعب مؤهل ان انت بتشتغل معاه بس على مستوى التكتكس. انا مش مؤمن ان ده صح. وحضرتك يا كابتن فتحي بتكلمنا في مدرسه بقى كتير من المدربين بيغفلوها، فكره الشغل الفردي على اللاعبين ونقاط الضعف عندهم وتطويرها، يعني فكره ان اللاعب ده يا جماعه ده لاعب برقم كبير فهو مش محتاج شغل فردي، حضرتك ما بتؤمنش ده، حضرتك بتشوف دايما ان اللاعب عنده نواقص لازم المدرب يشتغل معاه بشكل فردي لتطويرها. طبعا طبعا، دي سيب بقى اسلوب اللعب وسيب التكتيك، لان اللعيب خلاص النهارده، اللعيبه النهارده عندها ثقافه النهارده، الشغل المدير الفني ومتابعه الكره العالميه، الشغل المدير الفني من خلال الوحده التدريبيه بيعمل تكتيك وبيعمل اسلوب لعب، ولكن هناك بقى حاجات كتير جدا. يعني انا مثلا عندي باك رايت مثلا على سبيل المثال، باك رايت النهارده اوفراته وحشه، اوفراته النهارده ما بتلفش لورا، بتبقى رايحه للجول مباشره، النهارده لازم تشتغل مع الباك رايت ده ان حتى وهو بيجري بسرعته لازم يلف الكره عشان تلف لورا عشان تقابل المهاجمين وهم داخلين، ما يبقاش النهارده بمرن الجول. فدي حاجات برضو راس الحربه، راس الحربه النهارده برضو في حاجات كتير جدا، تحركات والتحركات بالذات، التحركات بالذات كنت بشتغل برضو معاه من وسط الملعب، ازاي النهارده يتحرك في المساحه وازاي يستقبل وازاي يسجل من الحركه، من وضع حركه، حاجات برضو فيها ضربات رباط راس برضو، من الحاجات دي كتير جدا. فكل هذه الامور اذا كان هناك رؤيه للمدير الفني ان انا اللعيب ده عندي لازم اشتغل مع حاجات انديفيدوال، وده بيحصل حتى بعد انتهاء الحصه التدريبيه كمان، بعد انتهاء الحصه التدريبيه بنص ساعه تاخد اللعيب ده، واللعيب ده بيبقى واثق جدا في المدير الفني، واللعيب ده بيبقى مبسوط جدا ان بيشتغل حاجات فيها انديفيدوال تريننج لوحده كده، بيشتغل عشان بينمي حاجه كويسه، وهتلاقيه في الماتشات بعد كده تحسن ادائه وتحسن الحاجه اللي كان بيضيعها، الفرصه اللي كان بيضيعها، لان في علم النفس الرياضي في حاجات كتير جدا، ممكن لعيب يكون مستعجل، ممكن متوتر، ممكن وضع تشريحه الجسماني على الكوره وحش، فكل هذه الحاجات من خلال الانديفيدوال تريننج بتقولها له. صحيح، عشان كده اما بيبقى بيتمرن شويه بعد كده بيبدع بقى بعد كده. التطور عفوا يا محمد، الحادث في كره القدم الان يا كابتن فتحي والمحللين والمتابعه والفيديو، هل ده فرق في تطوير اداء بعض اللاعبين ايضا؟
طبعا. طب هستاذن حضرتك ناخد زميلنا فاروق صلاح. محمد فاروق معانا من النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق، بيتابع تدريب النادي الاهلي. فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا دكتور شريف، كل التحية للزميل العزيز محمد فارس، وطبعا كل التحية لكابتننا الكبير الكابتن فتحي مبروك. ومرتين بقول لحضرتك يا دكتور كل سنة وانت طيب، بمناسبة عيد ميلادك وبمناسبة مرور 114 عام على تأسيس النادي الاهلي. اشكرك يا فاروق، كتر خيرك. كل سنة طيب. اشكرك، ربنا يخليك. انا عندي حظ يعني انه عيد ميلادي جاي بين ذكريين غاليين، يعني سواء العاشر من رمضان او عيد تحرير سيناء بعد يومين، يعني نتمناها تكون من حسن الطالع وربنا يحفظ بلدنا. يعني فاروق كل سنة طيب، تدينا فكرة عن تدريب النادي الاهلي النهارده مشي ازاي، و الإصابات هل في حد عاد من الإصابات، تعليمات مستر موسيماني، يعني إليك الكلمة تعطينا نبذة عامة كده. محمد فاروق عفوا. يعني يا دكتور خلينا نقول معانا أخبار سارة لكل جماهير النادي الأهلي خاصة بمران فريق اليوم. في البداية نقول حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة واجتماعه مع الجهاز الفني، ويعني يتكلم مع الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة الفترة القادمة. عندنا ضغط مباريات وعندنا مباريات متعاقبة كتير، عندنا يعني بدءا من مباراة إنبي ثم مباراة المصري ثم مباراة الجونة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد ثم مباراة الزمالك ومباراتي الدور نصف دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا طالب من اللاعبين خلاص بنقفل صفحة اللقاء الأخير أمام فريق سموحة. كان يعني بلغ أكثر من رسالة للكابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني. من الأمور المهمة جدا إن المران النهاردة يعني قبل انطلاق المران مستر بيتسو موسيماني اجتمع في اجتماع مطول جدا مع اللاعبين، استمرت لأكثر من ساعة. طبعا اتكلم على إيجابيات وسلبيات اللقاء الماضي أمام فريق سموحة، اتكلم على يعني من أهم النقاط اللي ضرورة استغلال أنصاف الفرص، وعرض للاعبين كافة الفرص اللي طبعا النادي الاهلي اهدرها في مباراة سموحة اللي تجاوزت اكثر من 22 او 24 فرصة محققة امام المرمى. اتكلم طبعا على الفعالية الهجومية، واتكلم ان احنا عندنا الفترة القادمة في مباراة صعبة جدا في ظل يعني كل يومين بتلعب مباراة، فطالب اللاعبين بان انا خلاص بنسى سموحة، ضروري تستغل انصاف الفرص في الفترة القادمة. ايضا المران النهاردة بيشهد انضمام مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، يعني بيستعين بمستر بيتسو موسيماني في ظل الغيابات والاصابات اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي، يعني بيستعين ببعض اللاعبين في بعض المراكز اللي بتعاني من غيابات. يعني النهارده بنشوف اللاعب محمد اشرف الظهير الايسر لمنتخب مصر للشباب، وده واحد طبعا من اللاعبين اللي كابتننا الكبير كابتن فتحي مبروك هيكلمنا عنه، واحد من يعني اللعيبه المهمه جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ايضا اللاعب احمد اشرف لاعب خط الوسط، وايضا اللاعب ابراهيم السيد الظهير الايمن، بالاضافه طبعا لاحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن مانو ومحمد حسام ميدو. من اهم الاخبار يا دكتور شريف النهارده الخبر السار جدا لكل جماهير النادي الاهلي، هو النهارده والاول مره منذ اكثر من عامين و14 يوم كريم ندفد بيشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. خبر انتظرناه كثيرا، يعني الجميع النهارده في قمه السعاده بوجود كريم ندفد اللي بيشارك النهارده في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، في خبر مهم جدا. ايضا عايز اطمنك على ديانج، طبعا ديانج كان خرج من مباراه سموحه المباراه الاخيره واشتكى من كدمه في الركبه، طمنا عليه من خلال الدكتور احمد ابو عبله، قال كدمه بسيطه واللاعب النهارده بيشارك في المران وان شاء الله يكون موجود مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله غدا في مباراه انبي. الجهاز الفني طبعا فضل ان هو يريح اللاعب ايمن اشرف لشعوره باجهاد عام، وان شاء الله يعني ايمن عقب مباراه انبي ان شاء الله يكون موجود مع فريق النادي الاهلي. ايضا تحسن خلاص حاله ياسر ابراهيم اللي بنشوفه يعني النهارده هيشارك في اجزاء من المران، وبنسبه كبيره ان شاء الله يكون في قائمه النادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله امام انبي. طبعا بعد يعني وفي الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه التدريب شغال مستر بيتسو موسيماني بيحاول يشتغل مع اللاعبين على بعض الجمل الفنيه، اشتغل على بعض الكرات الثابته، عامل تقسيمه ما بين فريقين بيغلب عليها طبعا ارتفاع الروح المعنويه والنديه والقتال. ايضا اللعيبه الناشئين عايزه تثبت نفسها وتاخد فرصه في ظل يعني الفرصه الموجوده دلوقتي ان انا استغل الغيابات والاصابات الموجوده في فريق النادي الاهلي. يعني نقدر نقول خلاص الفريق هيقفل صفحه مباراه سموحه، هيركز في مباراة إنبي إن شاء الله، مباراة مهمة جدا أمام خصم قوي، ولكن لعيبة النادي الأهلي قادرين على تحقيق الانتصار. لو في أي استفسار أو أي تساؤل بخصوص برضو الإصابات ممكن يا دكتور شريف أو يا محمد أحطكم في الصورة.
فاروق، حابب أسألك كمان بعيدا عن الإصابات عن الحالة النفسية، أنت أشرت ليها، هل بتشوف الفريق معنويا واضح التركيز، واضح أن بعد مباراة سموحة مباراة إنبي في روح داخل أجواء النادي الأهلي وداخل التدريبات مختلفة، حالة النشوة اللي كانت بعد مباراة الزمالك ومع سوء التوفيق في مباراة سموحة يمكن أثروا؟ قول لنا، كلمنا عن الحالة النفسية أنت شايفها في المعسكر إزاي، والأمور اللي خارج كمان فكرة حضور لاعب من عدمه، لأن أنت بصراحة كفيت وقفيت فيها، كلمنا عن الحالة النفسية دي. محمد، انت يعني زميلي محمد، انت اثرت نقطه في غايه الاهميه. يعني انت تعرف طبعا احنا بنبقى موجودين من بدري مع دخول اللاعبين وحضور اللاعبين للمران او الملعب. يعني اللاعبين وهم داخلين الملعب كان في تاثر شديد طبعا بالمباراه الاخيره امام فريق سموحه، وحاله حزن عند اللاعبين بعد يعني خساره المباراه وخساره 3 نقاط في مباراه كانت يعني النادي الاهلي هو الافضل من كل الوجوه في هذا اللقاء. ولكن عقب الجلسه اللي جمعت مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين شكل تاني، يعني تقدر تقول يعني مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين، غير امور كتير جدا في حديثه مع اللاعبين، رفع من الروح المعنويه والروح النفسيه للاعبين مع خروج اللاعبين من غرفه الاجتماعات في شكل تاني، لا في روح تانيه، شايفين ارتفاع خلاص، اللعيبه حاسه بقيمه المرحله، حاسه ان احنا عندنا ضغط مباريات، حاسه كمان وعارفين قيمه ان انا مطالب بالفوز في كل مباراه. اللاعبين يعني كان لنا حديث يعني سريعا كده مع بعض اللاعبين، قال لك الفتره اللي جايه مباراه كؤوس، احنا مطالبين ب3 نقاط في كل مباراه، يعني ان شاء الله هتكون البدايه من خلال مباراه انبي. ايضا وجود الكابتن الخطيب، يعني وجود الكابتن الخطيب مع اللاعبين وعلى الجهاز الفني ايضا ادى دعم الفريق النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا يا محمد، ان الكابتن الخطيب بيبقى دايما موجود في الوقت الشده اكتر كمان من وقت الفرح، يعني وجوده كمان في الوقت بعد هزيمه فريق سموحه اعتقد بتوصل رساله للاعبين، كان موجود بعد مباراه الزمالك ووصل رساله للاعبين ان احنا موجودين معاكم، وايضا موجودين معاكم في بعد الهزيمه. اعتقد وجود الكابتن الخطيب ورسالته للاعبين غيرت تماما من الروح النفسيه للاعبين، اللعيبه مركزه ان شاء الله. مباراه انبي هتكون بدايه لحاجات كتير جدا للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه باذن الله. يعني شكر جزيل موصول ليك يا فاروق على كل هذه المعلومات، اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من مقر النادي الاهلي استاد مختار التتش وتدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. سؤال للكابتن فتحي مبروك، لما نسيتوش عن فكره التحليل والفنيات والفيديو كل ده، بعد الفاصل نعود الى حضراتكم انا وزميلي محمد فارس. ورجعنا لكم في ليلة وسهرة رمضانية، ومعانا بقى الشيف اللي بيقدم كل أسبوع معانا أكلاته الفعلا ممتعة، ولكن النهاردة هو في اختبار صعب وعنيف، لأن كابتن فتحي مبروك أكلات السيدة بقى زينب، وأعتقد هيكون تقييم صعب يا شيف، أتمنى أنك تكون جاهز ليه. أكيد طبعا السيدة زينب، يعني هعمل لك مفاجأة. احنا تمام، هعمل لك مفاجأة، انا اللي عامل لحضرتك النهارده مفاجاه. طيب شيف محمد عبد الباقي، الحقيقه اسعدنا فعلا الاسبوع اللي فات زي ما فارس قال بالسحور، كان معانا كابتن رمضان سيد، النهارده بقى كابتن فتحي مبروك. الاسبوع اللي فات كان الوقت ضيق شويه محمد علشان طلعنا بعد ماتش اليد، لكن هيبقى عندنا وقت نسحر يا كابتن فتحي. مفيش مشكله، هتسحرك بدري لكن سحور بقى. لا انا انا بتسحر بدري على فكره. طبيعتي بتسحر بدري. يبقى ما بتفطرش كويس؟ لا انا بفطر عادي، يعني الفطار العادي انا مش اكيل قوي. بس انا احب السحر بدري، يعني الساعه 12 ونص واحده بالكثير او السحر. تمام. كان معانا تقريرنا اتكلم فيه مراسلنا فاروق صلاح عن بعض اللاعبين الصاعدين من القطاع والواعدين في الفتره القادمه، حضرتك نحب ناخد منك رؤيتك للاعبين دول، ومين شايف انه ممكن يمشي مع التيم الفيرست تيم ويحقق مردود جيد؟ هو طبعا انا شايفها سياسه ناجحه جدا، طبعا سياسه ان انت بتبص لقطاع الناشئين، ودي ما كانتش يمكن موجوده مع المدربين الاجانب على فترات كتير. المدربين الاجانب دائما يعني بيبقى ليهم الموجود وليهم النهارده اللعيبه اللي عنده والكلام من ده، كل هذه الامور. قطاع الناشئين كان مظلوم في الحته دي، ولكن بيبقى عندك لعيبه على مستوى عالي مميز جدا، بدليل حتى ما بيبقى في اعراض بره بتلاقي اللعيبه دي بتجيد، وتلاقي اللعيبه دي امتياز. فطبعا انا النهارده يمكن فاروق ما قال التقرير ده فوجئت طبعا بعدد كويس من اللعيبه، ودي حاجه ايجابيه.
حاجه ايجابيه لجهاز الفريق الاول للنادي الاهلي. دول ولادك في القطاع يا كابتن؟ كل دول اه الحمد لله يعني برضو، وانا مبسوط جدا وسعيد جدا ان ياخد الكم ده من اللعيبه نظر للغيابات والاصابات والاجهاد والماتشات اللي ورا بعض كل 3 ايام، فدي حاجه كويسه لان المرحله السنيه دي مهمه جدا جدا في حياه اللعيب. اللعيب دايما بيبقى محاطط في تفكيره دي المحطه الاخيره ليه داخل النادي الاهلي، هل هيلعب درجه اولى في النادي الاهلي ولا خلاص هيمشي بعد كده. فنفسيا بتفرق جدا، نفسيا حتى لو اتمرن مش هيلعب، لو اتمرن مع الفريق الاول دي بتديله ايحاء ان النادي الاهلي مهتم بيه. احنا ممكن نشوف واحد زي محمد اشرف بكره كباك ليفت يعني المفاجاه. محمد اشرف كمان. محمد اشرف ده ظهير ايسر. محمد اشرف من اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه المجيدين، اللعيبه اللي انا تعاملت معاها يمكن في خلال سنتين وماسك رئاسه القطاع. لعيب ملتزم، لعيب امكانياته الفنيه كويسه جدا، لعيب بيجيد بالرؤيه حلوه قوي، يعني ممكن يغير لك من الجنب الشمال باك ليفت الباك رايت، عنده رؤيه حلوه قوي، الاوفرات عنده كويسه، الاوفرات حلوه قوي، ضربات الراس حلوه قوي، التغطيه الكفرنج بيبقى كويس جدا. فعنده ميزات مدافع ظهير ايسر كويسه جدا. محمد اشرف كام سنه محمد؟ 20 سنه. دول فريق ده مواليد 2001 بس الكابتن عمرو يمكن مستعين بيه على اساس برضه حصل يمكن اعارات كتيره من 99 فبيستعين ببعض اللعيبه من 2001، ولكن محمد اشرف 2001. مهم جدا ان يكون القطاع في اللحظات اللي زي دي، وبشوف اللاعب الصغير احيانا البعض يشفق على اللاعب ان هو طالع في ظروف مباريات حاسمه والضغوط وبتاع، بس انا بشوف العكس، ان اللاعب اللي يقدر يكمل ويستحمل تيشيرت النادي الاهلي من وهو ناشئ بيكون عنده الصفات دي. واعتقد يا كابتن فتحي حضرتك شايف مثلا ايمن اشرف لاعب من القطاع، بتشوف شخصيته بتنعكس معاه، كابتن محمد الشناوي، كابتن رامي ربيعه، دايما لاعب القطاع بتاع النادي الاهلي، اكيد كل لاعبي النادي الاهلي كل دول على فكره بصير. كل دول اتمرنوا معايا يعني كل دول اتمرنوا معايا في مراحل يعني رامي ايام الكابتن زيزو رامي عمل ماتشين كويسين، كان ماسك الفريق الاول الكابتن زيزو. انا استعنت برامي وكان عندي ماتش زمالك في نادي الزمالك للشباب، استعنت برامي والله العظيم لعب الماتش، رامي كان هايل. كابتن زيزو سالني بعد الماتش ايه اخبارك، قلت له يا كابتن خده درجه اولى وانت مغمض، قال لي قلت له بقول لحضرتك خده درجه اولى وانت مغمض. من ساعتها يمكن رامي كان في هذا التوقيت لعب درجه اولى. هو مركزه الاساسي ستوبر. ستوبر مش ديفندر يعني؟ لا لا لا، مركزه الاساسي ستوبر. مركزه الاساسي ستوبر ولاعب بيتمتع بشخصيه. ايمن اشرف، كان برضو معايا فرقه شباب. ايمن اشرف كنت بلعبه ستوبر في هذا التوقيت، كنت بلعب ستوبر ولعب ظهير ايسر يعني الاثنين. اصلا ايمن اشرف كان في كنت بلعبه لو احتجته ستوبر هلعب بلعبه، ولو احتجته ظهير ايسر بلعبه. يعني احيانا الناس كتير تقول بيلعب في غير مركزه، لا 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 لا, 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 لا هو يجيد يعني. النهارده حتى بص ايمن اشرف في مركز ظهير ايسر بعد غياب علي معلول النهارده بيأدي اداء رائع جدا. النهارده ما بتحتاج ايمن اشرف ستوبر بيبقى هايل طبعا، لان هو عنده مقاومات كويسه جدا جدا. وبعدين عنده ثقه، دي تفرق قوي، عنده ثقة، ما عندوش معلش يمكن ما عندوش بقى الكبرياء لا ومش مندفع ومش متهور، لا 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 عنده ثقة وتوقيته سليم. يعني دلوقتي من احسن اللعيبة في خط دفاع النادي الاهلي انا شايف ان ايمن اشرف طبعا، ولاعب بيأدي بمستوى تصاعدي. يعني برأي حضرتك انه في ان شاء الله بعد عودة علي معلول وشفاء كمان محمود وحيد يفضل استعانة بايمن تاني في مركز الاستور غالبا؟ ده بنسبة 99% طبيعي. هقول لحضرتك ليه. يعني برضو مقاومات الاستوبر، يعني انا النهارده عندي استوبرين، انا النهارده دلوقتي بلعب بيرامي وبدر بنون مش كده؟ هل حد منهم عنده مقاومات انه يقدر يلعب برجله الشمال؟ لا. طيب وبعدين بدر كان بيلعب يمين وايمن اشرف شمال. قصدي النهارده لو انت استلمت كوره الشناوي لعب لك الكوره، انت هتستلم لبره مش هتستلم لجوه عشان ما حدش يضغطك يكلفك جول. تفاصيل مهمه جدا. هتستلم لبره الضغط، هتقدر تلعب الكره برجلك الشمال صح؟ صحيح. ولا هتبقى برضو فيها شيء، يا اما هتطلع اوت يا اما مش مظبوطه. ولكن دائما اللعيب اللي بيلعب برجله الشمال زي ايمن اشرف لا يبقى ستوبر في الجنب الشمال كويس جدا. ايام ما كان بيلعب برضو علي معلول كان بيقفل هذا الجانب، عنده الملكه انه يقفل هذا الجانب ورا علي معلول. فكل هذه مقاومات النهارده واحد بيمتاز ان رجله الشمال بيشتغل بيها في هذا. ورقميا ايمن اشرف من افضل المدافعين في الدوري المصري اللي انا بقول كده افضلهم. عايز بقى ارجع مع حضرتك ل 2003.
بيرحل بومفرير ويا كابتن فتحي انا عايز اقول ان حضرتك فعلا المنقذ على طول في الادوات المنقذ وكمان انا يا كابتن فتحي عايز اقول لكل الناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا ان فعلا انا كمشجع اهلاوي مدين بالشكر لحضرتك في لحظات كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي. كان كابتن فتحي مبروك يا جماعه لا ينظر الى الوضع اللي فيه الفريق ولا ينظر ان انا بقولها وانا على مسؤوليتي دي رؤيتي الشخصيه. كابتن فتحي مبروك في مجاله التدريبي وفي كاريره التدريبي تاثر بفكره ان هو تحمل مسؤوليات النادي الاهلي في اوقات صعبه جدا حصرته يمكن في جزء المدرب المؤقت، ولكن هو ابدا لم يبالي بده طالما مصلحه النادي الاهلي تستدعي. في 2003 حضرتك بتحقق الكاس في وقت صعب جدا، وفي 2014 حضرتك بتحقق دوري الدوري يعني. غاليه. كابتن فتحي مبروك فلسفتك في ان النادي الاهلي متى طلبك متى لبيت النداء. صحيح. وعلى فكره برضو يمكن اللي كلمني برضو مجلس اداره النادي الاهلي وقال لي بصفه مؤقته. انا ما عنديش مشكله بصفه مؤقته، انا بحب النادي في 2003 بحب النادي ومتربي في النادي واي مهمه النادي الاهلي يقول لي عليها لازم اروح. كان الكابتن حسن حمدي اعتقد وقتها بعد وفاه الكابتن صالح. ايوه كابتن. فروحت قالوا لي انت هتمسك الفرقه. انا حتى يمكن حصل لي تشوك. ليه؟ الفرقه كانت ما فيش نجوم، كانش في نجوم في الفتره دي، وكنا خسرانين الدوري عام لو تفتكر. صحيح. مع بومفري. ايوه مع بومفري خسرانين دوري كمان مش دوري. فالعمليه النفسيه دي العنصر ده لعبت عليه كويس جدا مع اللعيبه وقدرت ادعم. برضو كان في ولاد صغيرين قدرت ادعم، والحمد لله يمكن وصلت للنهائي مع الاسماعيلي وكسبت بضربات الجزاء الترجيحيه، ودي كانت بطوله في حد ذاتها تعويضا عن بطوله الدوري العام اللي احنا خسرناها طبعا. فدي كمان ادتني حاجه كويسه جدا لجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، ان فعلا اي وقت النادي الاهلي بيتمناه فيه اي وقت النادي الاهلي يطلبني فيها يبقى موجود. برضو 2014 نفس الظروف ومرت، وبرضو قدرت العب بقى بولاد صغيرين. كان لو تفتكر طبعا كان تريزيجي وكريم بامبو ايمن، يعني كان في لعيبه كتير. ده جيل عظيم على فكره. ما هو ده جيل رامي ربيعه وعمرو جمال كان كل معظم الفرقه عندي من فرق الشباب. والحمد لله برضو وصلت وخدت هذه البطوله، وكان اللعيبه في درجه ابداع، يعني كل واحد كان بيحب يثبت ذاته وكيانه انه يستحق يلعب في النادي الاهلي. مباراه الزمالك في الموسم ده اعتقد حضرتك كانت تجربه شبيهه لفكره اللعب في المباراه الاخيره في ظل غيابات، كان بيغيب عن حضرتك وليد سليمان ورامي ربيعه وعبد الله السعيد، وكان بيغيب عن حضرتك اغلب نجوم الفرقه. ازاي يا كابتن الشخصيه بتاعه النادي الاهلي على مدار الاجيال، خصوصا انا معانا مدرب كان وهو لاعب حضر مباراه 78 بتاعه الكاس اللي حضرتك اتكلمت فيها 4-2 مع نادي الزمالك، وهو بيقود الفريق في 2014 بيلعب الزمالك برضه في ظل الغيابات، وبنشوف ده الارث الاهلاوي الممتد ده. حضرتك بتعتقد ده بيحصل ازاي داخل النادي الاهلي، انك دايما المنافس الفروق دي بتتغلب عليها؟ انت عشان تربيت في النادي الاهلي ولعبت ضد نادي الزمالك ودربت وبرضه في مباريات مع لا بتدرس كويس قوي، وبتدخل اللعيب دائما النهارده في دائره الاهتمام ودائره التركيز ودائره البطوله ودائره ان مباراه اهلي وزمالك مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه ليك كنجم. يعني مش عايز اقول لك انا كريم بامبو وكريم بامبو ورمضان صبحي الاثنين دول فوجئوا انه هيلعبوا ماتش زمالك بالظبط قبلها بيومين، تعالوا قعدت معاهم الاثنين خلي بالكم الماتش اللي بعده بكره هتلعبوا. هم حتى كان رمضان 17 سنه يمكن استغربوا يا كابتن، قلت لهم هتلعبوا وهتبقوا نجوم، هتلعبوا لو كسبتوا هذه المباراه هتبقوا نجوم والناس كلها هتعرفكم، كل جماهير الكره المصريه هتعرفكم. فانت النهارده اللعيب النهارده ما بتدي له برضه خلي بالك التفكير، وبتدي له النهارده المسؤوليه وبتقعد معاه ذهنيا. اللعيب بيبقى نازل الملعب زي الوحش، يعني دليل ان كريم بامبو ورمضان في هذه المباراه اداء رائع، غير بقى الناس اللي كانت موجوده، لان الناس الموجوده كانت بتلعب بصوره مستمره، ودي كانت من المفاجآت ان الاثنين لعبوا والاثنين اجادوا في هذه المباراه. يعني الحمد لله يعني كان اعدادهم بالشكل اللائق، ودي شخصيه النادي الاهلي، النادي الاهلي بمن حضر، مش مجرد جيل ولا صدفه ولا استثناء. بعض الفرق بنشوف ممكن تحقق الفوز على سبيل الاستثناء، ولكن النادي الاهلي بمن حضر كقاعده تاريخيه. نطلع لفاصل يكون الشيف شغال في سحوره وكابتن فتحي لسه معانا عشان نستمتع بحوار شيق جدا. نشوفكم بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مجددا في الجزء الاخير من هذه الحلقه اللي استمتعنا فيها مع كابتن فتحي مبروك. الحقيقه انه فارس كابتن فتحي نبهني انه مباراه انبي بكره 24 ابريل ده كمان ذكرى تاسيس النادي الاهلي طبعا العظيم 1907. يعني واحنا بنقول ان دستور الاهلي غير المكتوب اللي تاسست عليه القيم والتقاليد والمبادئ بمواقف عظيمه لكل مسؤوليه، فاحنا سعداء بهذه الذكرى وبنهني جمهور الاهلي طبعاً. الحقيقه بهذه الذكرى العطره والجميله يعني اللي برضو بتتزامن مع ذكرى تحرير سيناء يوم 25 وعلى عاشر حضرتك كل سنه حضرتك طيب وكل سنه والنادي الاهلي طيب وكل سنه والنادي الاهلي يا كابتن فتحي مختلف كان دايما بنستلهم منه من اول عمر لطفي بيك ومرورا باجيال ورؤساء للنادي الاهلي. بتشوف النادي الاهلي مختلف في ايه يا كابتن فتحي؟ في كل حاجه يعني في كل حاجه يعني اجابه جامعه طبعا يعني. لا في كل حاجه الاستاذ شريف قالها دلوقتي يعني برضو النادي الاهلي النهارده عنده النهارده الهويه بتاعته النهارده بيحتفل برضو احتفالات سينا حاجات كتير جدا عشان من رمضان برضو حاجات بص المناسبات جايه مع بعض ازاي مناسبات بتليق بالشعب المصري وبتليق بمصر صحيح وكل الناس بتبقى سعيده جدا سعيده جدا في هذه المناسبات. فالنادي الاهلي دائما يمكن نادي مبادئ ونادي قيم صح. ونادي عايش على عنصرين مهمين جدا نادي مبادئ ونادي قيم. واي رئيس نادي بيجي خلاص النهارده بيمشي على نهج ان ده نادي اهلي مش عشان رئيس نادي اهلي لا ده انا ايه اللي النهارده سياسة نادي الأهلي ايه مبادئ والقيم وتبقى النهاردة الأعضاء سعيدة بأي مجلس إدارة في النادي الأهلي وده اللي بيهدف دائما ليه مجالس إدارات في النادي الأهلي. فعشان كده بقول لجماهير الكرة المصرية وأعضاء النادي الأهلي كل سنة وانتم طيبين بهذه المناسبات الجميلة اللي احنا عايشين فيها يعني إن شاء الله دايما أيام النادي الأهلي كلها انتصارات وإن شاء الله بكرة يكون في انتصار. الشيف هنا طعمية كمان وانا بتكلمه وفي ساوند كده في الخلفيه طبعا والله ريحه الطعميه حلوه شيف والله بجد. كابتن فتحي حابب اسال حضرتك عن مستر بيتسو موسيماني، شايف التجربه لحد دلوقتي عامله ازاي وحضرتك بامانتك المعتاده وتقييمك اللي دايما بيكون عارفين ان ما فيهوش تجمل، شايف حضرتك التجربه عامله ازاي؟ لا بص طب برضو انا بتكلم بواقعيه، تجربه ناجحه بالظبط. انت النهارده بتجيب مدير فني اجنبي النهارده في بطولات في نتائج يبقى التقييم النهارده التقييم الجماهيري وتقييم الاعلام وتقييم حتى مجلس اداره والمسؤولين في النادي كله تقييم ايجابي لمستر موسيماني فهو عمل نتائج كويسه عمل ترتيب كويس حتى لو النهارده متاخر او في مركز تاني لان في ثلاث مباريات مؤجله خد بطولات افريقيه خد يعني كاس مصر يعني حاجات كتير جدا فبنقول ان الراجل ماشي على سياسه نادي اهلي نادي بطولات بالظبط نادي بطولات هي فكره تحقيق الاهداف يا محمد نادي بطوله هدف ايه خطاب التكليف اللي صادر ليه من مجلس اداره النادي صحيح طبعا يعني الناس بتبقى بس منزعجه شويه من 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 تعثر في مباراه او اخرى لكن في النهايه موسيماني لعب كام مباراه فاز في كام مباراه حقق ايه حتى الان حقق كام بطوله انت تقول لنا يعني هو ده مهم جدا ان حضرتك بتشوف الاهداف الرئيسيه بطوله الدوري الموسم الماضي هو جه كمل ما بداه فايلر حقق دوري ابطال افريقيا شفنا بطوله كاس قدر يحققها دوري ابطال افريقيا قدر يتاهل الى الدور التالي حتى شفنا في كاس العالم للانديه حققنا برونزيه ما حققناهاش بعد سنوات فبنشوف ان على مستوى الاهداف لا هو حقق فعلا اهدافه الى الان ولكن دايما جمهور النادي الاهلي بيطمع ان كل شيء يبقى مثالي وجمهور النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه يا كابتن فتحي اكيد دايما انت بتحسها يعني تعاملت مع جمهور النادي الاهلي في كل المراكز والمواقع الفنيه لا حضرتك بتشوف جمهور النادي الاهلي ازاي؟ لا هو جمهور النادي الاهلي بيعشق نادي الاهلي خلينا برضو بنتكلم بواقعيه هو دائما بيحب عشان تبقى عارف يحب اداء يحب نتائج طبعا يحب اداء يحب نتائج ولكن اذا كانت النتيجه انت كسبان ولكن الاداء بيقول لك الاداء النهارده مش حلو بس كسبت يعني كسبت جميل الاهلي دائما بتبقى سعيده ان يبقى في اداء في نتيجه في بطوله لان ده خلاص نادي الاهلي نادي بطولات معروف فجميل الاهلي تزعل جدا يعني انا مش عايز اقول لك مقابل ناس امبارح برضو عشان ماتش سموحه وهزمنا الناس زعلانه صحيح الناس زعلانه الناس زعلانة ان احنا اتغلبنا ازاي انت على مستوى محقق فوز الزمالك محقق فوز على الزمالك ومباراه رائعه مع الزمالك والنهارده ازاي تخسر وانتقادات لبعض اللعيبه
يعني الناس كمان بتبقى فعلا بتتابع طبعا بتتابع وشايف الجمهور برضو بيكون عايز يشوف دايما النادي الاهلي في الصوره اللي هو متعود عليها، ويمكن ده احيانا برضو بيكون له تاثيره، ولكن لازم برضو ليه اثر تاني مختلف ما بيطرحش، وهو ان البعض يقول ان جمهور النادي الاهلي فكره الانتصارات والبطولات هو ده الدافع دايما بتاعه، ولكن زي ما حضرتك بتقول جمهور النادي الاهلي دايما كمان جمهور بيحب الاداء، بيحب النتيجه اللي بتيجي من خلال اداء جيد مش مجرد الفوز للفوز. فكمان الكابتن فتحي حابب اتكلم في حاجه تخص حضرتك على مدار علاقه حضرتك باسماء كبيره جدا كانت في النادي الاهلي. كلمة عن كابتن محمود الجوهري، يعني نحاول ناخد كلمات سريعة طبعا عن بعض الشخصيات. كلمة عن كابتن محمود الجوهري. لا بص، كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه أنا اتمرنت معاه على فكرة وأنا عندي 15 سنة. يعني عندي 15 سنة كان بيمرن في اتحاد الجيش في القبة، أنا اتمرنت معاه وكنت في فرقة 15، هو كان ماسك الفرقة دي وكنا بنتمرن. ما كانش النادي عنده الملاعب بقى، ما كانش فيه ملعب إلا الملعب الفريق الأول بس، وكنا بنتمرن لانه رحمه الله عليه كان هو برضه ضابط في القوات المسلحه، فكان دائما ملعب اتحاد الجيش كنا بنروح نتمرن هناك. فانا اتمرنت معاه كلاعب سنه يمكن برضه وانا صغير، يمكن في الستينات وانا صغير. فالكابتن محمود الجوري اتعلمت منه حاجات كتير، يعني اتعلمت منه حاجات كتير حتى وانا بقول لك لسه 15 سنة، ولكن تبص على الملعب تجهيز الملعب للوحده التدريبيه تحس ان الراجل عنده عشق للتدريب. صحيح، عشق للتدريب حقيقي. تلاقي الحواجز، تلاقي الكونز، تلاقي الكور، تلاقي يعني تخش الملعب كده تبقى مبهور ان الوحده التدريبيه النهارده تتأدى في انسجام وهتبقى بروحك وادائك وكل شيء. تعلمت منه برضو في التدريب برضو الحته التدريبيه، انضباط، حب الانضباط جدا، حب دائما التعامل النفسي مع اللعيبه، ودي الحمد لله خدتها منه. بالظبط، حب دايما ان يدرس الفرق المنافسه، ودي خدتها منه. مذاكرة بشرايط الفيديو، بشرايط الفيديو، شرايط فيديو، شرايط فيديو. كابتن محمود الجوهري لما تتكلم مع المساعدين او الناس اللي اشتغلت او الناس شنطه شرايط شنطه، تدخل اوضه كابتن محمود الجوهري الدخان وقافل على نفسه سجاير ودراسه التفاصيل التفاصيل شرايط قبل فيديو ان يبدا المدربين كتير منهم في مصر في موضوع التحليل ومتابعه ودراسه الفرق. على فكره انا برضو استفدت منه، انت بتقول شرايط الفيديو، شرايط الفيديو دي مش عايز اقول لك في بوركينا فاسو، بوركينا فاسو كنا 98 في هذه البطوله احمد حسن وطارق مصطفى، كنا بنتفرج على ماتش كنا هنلعب جنوب افريقيا الماتش النهائي، واتفرجنا على الماتش وقعدنا برضو والشرايط الفيديو وي فطبعا بياخد رايي، انت ايه رايك، مين يلعب، مش عارف ايه، خلاص اتفقنا بنسبه 99% على تشكيل اللي يلعب جنوب افريقيا باستثناء لعيب واحد يمكن حصل خلاف، قال لي لا تعالى بص تاني على شريط الفيديو. معقول؟ تعالى بص تاني، بصينا على شريط الفيديو، ايه رايك؟ قلت له انا رايي ده يلعب، وانا شايف ان ده في الحته دي الحته الدفاعيه ممكن يكون اميز شويه. ف يوم برضو التفكير لسه ما خدناش مين اللي هيلعب، فقال لي ايه رايك؟ قلت له لا انا الراي اللي بقول لك عليه هو ده اللي انا شايفه. وكان دائما المناقشه بين تشاور وتشاور بالفيديو، واللي يقول لك الكابتن الجوري دكتور كلام ولا كان دائما بيحترم الجهاز اللي معاه، بيحترم في كل حاجه. فقعدنا في المناقشات دي يومين، وجي اخر بقى يمكن قبل الماتش يمكن بثلاث اربع ست قال، قلت له انا رايي زي ما قلت لك. قال لي طب اقول لك على حاجه بقى، قلت له قول يا كابتن. قال لي انا اقتنعت باللي انت بتقول عليه. دور المدرب مع المساعدين، وكمان زي ما حبينا نروح لحتة دي، لان انا عارف ان كابتن فتحي مبروك زي ما تحدث عن كابتن محمود الخطيب دايما في شخصيات مؤثرة في حياته، هو يتميز بالوفاء الشديد. ولازم نروح لفاصل لان هناك مقولة فلسفية، الطعمية لا تؤكل الا ساخنة. هنطلع لفاصل ونرجع عشان للسحور. صح، نشوفكم بعد الفاصل. كل التحية لحضراتكم. يعني للأسف الحلقة أوشكت على النهاية، وهذا توقيت السحور إن صح التعبير في تقليد الأهلي في رمضان. الشيف محمد عبد الباقي محتفي الحقيقة النهاردة بالكابتن فتحي مبروك، وعمل له مجموعة من الأصناف اللي هو بيحبها. الشيف محمد، يعني الحقيقة احنا شايفين تنوع كبير جدا
وكابتن فتحي مبسوط جدا بالطعميه لانه ما اكلش طعميه قبل كده في السحور. وانت عامل برضو الاومليت الاسبانيش لمحمد فارس ما بتزعلوش انت. متوصي بينا كويس قوي يعني. بس عرفنا كمان خلال الفاصل ان كابتن فتحي عنده هوايه الطبخ وكانت معلومه حتى هو ادى الشيف دعابه كده بيقول له بتعمل بالبيت دبل كيك. يعني كابتن فتحي بتقف تطبخ. انا بعشق المطبخ. بعشق المطبخ. حضرتك عندك يعني اكلات معينه بتحب تعملها؟ عندي موهبه ان انا اعمل اي حاجه. والله بجد يعني عندي موهبه ان اي حاجه اعملها. نادرا في لعيبه الكوره دي. ايه نادرا. لا انا احب المطبخ، احب دايما المطبخ يعني. ما نمش لما المطبخ يكون في مرايه بيوم. يا سلام والله العظيم. والله العظيم يا فشيل. طب الاسره ما كانوش يزعلوا من كده؟ ما يحبوش الرجاله يدخلوا المطبخ يعني؟ لا لا عندي المدام الحمد لله عارفه طبيعتي. حزب الديمقراطيه عارفه طبيعتي. ده بتقولك كويس اني بيشتغل. يعني كمان دعاء لحضرتك. بشكرك. يمكن الشيف النهارده احنا استغلينا موضوع ان في اختبار ده فلا تالق واجاب. لا ولعيب كويس على فكره. لعيب كويس بدليل ان عمل بيض دبل كيكو. هيقول الشيف بيعمل دبل كيك بالبيض. انت عاده بتتصحر يا كابتن فتحي؟ بتصحر. صح. بتاكل في السحور احسن من الفطار؟ لا انا دايما يمكن سحوري معروف يعني الجبنه القريش بزيت زيتون بحبه البركه يعني حاجات كلها معروفه بشويه فول بزبادي شكرا على كده. يعني هو ده السحور التقليدي بتاعي بصراحه. يعني ما اخشش بقى في حاجات كلها حلوه بس اول مره النهارده اكل في سحور طعميه طبعا الشيخ محمد ربنا يخليه. وبالمناسبه الاكل للاكل يعني مش للتصوير فاحنا ما انا هناكل يعني ممكن يعني ممكن حضرتك تبدا تاكل واحنا بنتكلم مع الجمهور. يعني كابتن فتحي كنا اكيد والله سعداء بحضرتك ربنا يخليك خصوصا ان حضرتك خدتنا جوله ما بين التاريخ وما بين الشخصيات العظيمه وبين النادي الاهلي يا كابتن اللي دايما فيه روح حلوه ومختلفه عن اي مكان. يعني دايما النادي الاهلي يا جماعه بتحس فيه دفى. والله بكلمكم بجد اسره النادي الاهلي اي لاعب من اللاعبين التاريخيين للنادي الاهلي يمكن الواحد ما تشرفش بمقابلتهم قبل كده كان معانا كابتن رمضان السيد كابتن فتحي مبروك انت بتحس بحميميه بتحس بروح الاسره بتاعه النادي الاهلي بتحس بمواقف تاريخيه وذكريات عظيمه بتتحكي في كل مره ببطولات بانجازات بحاجات مختلفه في النادي الاهلي. لما بنسال كابتن فتحي مبروك ايه اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي رد إجابة أنا بشوفها إن هي جامعة مانعة لأن فيها كل حاجة لأنه قال بحب في النادي الأهلي كل حاجة. وفعلا كابتن فتحي مبروك على فكرة حياته في النادي الأهلي طول الوقت متواجد في النادي الأهلي وهواياتك بقى هواية التنس اللي حضرتك بتوجدها وبتحبها في النادي الأهلي مين بتمارس معاه الهواية دي ومين من اللعيبة اللي بتحب تلعب معاهم؟ وكابتن باشمهندس فرج عامر كان عنده تشبيه كده ما بين سيرينا ويليامز وشقيقتها قال النادي الاهلي على طريقه سموحه تفوق على طريقه الشقيقه سيرينا ولكن حابب بس اصحح معلومه لان النادي الاهلي متفوق في المواجهات المباشره كتير مع سموحه بس احنا بنحب الباشمهندس يعني فرج عامر هنعديها له يعني بالظبط. على فكره اسره الاهلي كمان يا محمد او عائله النادي الاهلي زي طبعًا. ما الكابتن محمود الخطيب بالحقيقه طبعا المصطلح يعني كان صاحب هذا المصطلح وكان ده برنامجه الانتخابي هو حريص على فكره عائله الاهلي وما فيش حاجه اسمها معارضه في النادي الاهلي ويقول لك احنا مجلس اداره بيكمل خطوات مجلس اداره سابقه ويتكلم عن عما سبقوه بكل الود والاحترام. احنا اخونا وصديقنا المحترم الاستاذ محمد الجرحي مجمع عدد كبير من عائله الاهلي اللي نادي في مكان عريق برضه في متحف الحضاره على سحور احنا من سوء حظنا مش قادرين ننضم ليه لكن احنا يعني بنحيي عائله الاهلي اللي موجودين دلوقتي في متحف الحضاره وصاحب الدعوه محمد الجرحي يعني. طبعا ده اللي بنتكلم فيه دايما فكره عائله النادي الاهلي. كابتن فتحي مين من عائله النادي الاهلي بيلعب معاك تنس؟ هو طبعا استاذ شريف قلمة حاجه جميله جدا عائله النادي الاهلي يمكن استاذ محمد الجرح فعلا عامل سحور لاعضاء مجلس اداره وناس برضو من النادي الاهلي فكل هذه بيؤدي ايه لان روح النادي الاهلي روح العيله مفيش النهارده لا ده بيعزم كل الناس والناس كلها النهارده مقبله على السحور بروح النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. طبعا انا في التنس يمكن عشق للتنس من زمان على فكره عشان والدي كان بيلعب تنس فعشق للتنس من زمان حاجه وحيده يمكن بين الموسم والموسم في لعيبه بتاخد راحه ايجابيه اسبوعين ثلاثه ايام الكوره زمان تاخد شهر انا ما كنتش اخد الراحه
كنت دائما العب بقى تنس. فعشق للتنس على فكره من صغري، من صغري وانا بحب التنس. دلوقتي عندي لعيبه بنلعب معاهم كويسين جدا زمايل، يمكن عندي كابتن عباس قعود. طبعا كابتن عباس قعود بطل عالم في السكواش، بس بكسبه عشان تبقى عارف برضه بقولها على الهوا، بكسبه وبما بكسبه بيكسر المضارب، بيتنرفز ويكسر المضارب بقولها. كابتن اشرف توفيق طبعا طبعا مدير فني لفريق السله، واللي كنت ببقى سعيد جدا جدا بلعب معاه بصراحه، وكان بيعمل روح حلوه قوي في الملعب بجد. سيد سفير احمد قطان ربنا يديله الصحه وكل سنه وهو طيب، وزير الدوله. والله يعني من الناس اللي كنت اعتز بيه، هو اهلاوي عظيم الحقيقه، بيحب الاهلي قوي قوي، بيعشق النادي الاهلي، بيعشق النادي الاهلي، وعلى على اتصال اخبار النادي الاهلي كل شيء بيبقى على اتصال فعلا. يعني ده من الناس اللي كنت ببقى سعيد جدا ان احنا نلعب مع تنس. قبل ما نختم لاثاره الجدل في التنس، فيدرر ولا نادال؟ حضرتك بتؤيد مين فيهم؟ نادال. شجع فيه؟ نادال. خدنا اجابه من كابتن فتحي مبروك، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ورمضان كريم، وكل سنه والاهلي بخير. شكر جدا، استمتعنا معاكم يعني. واتمنى كان في حوار شيق، استمتعت بتواجدي مع حضرتك استاذ شريف ومع كابتن فتحي مبروك القامه. اكيد عند حضرتك كلمه في الختام لجمهور النادي الاهلي. أنا بشكرك وبشكر كابتن فتحي وبشكر شيفنا المحترم محمد عبد الباقي، وإن شاء الله النادي الأهلي يؤدي أداء طيب بكرة في مباراة إنبي، وجمهور الأهلي بات سعيد كعادته دايما. يعني إحنا دايما بنقول إنه أهم مصدر للسعادة والبهجة في حياتنا هو النادي الأهلي. صباحه على خير وسحور هنيء، وأيام كلها خير وبركة لمصرنا الغالية بإذن الله. إلى اللقاء.